مساء الخير بحلقة الليلة من حكي جالس. ما توقفوا بطريقنا شعار الصليب الأحمر اللبناني لهالسنة، وقفوا 10 دقايق. حكي جالس بيفتح الليلة ملف التعامل مع العجزة بالمقاوي والظلم يلي عم يتعرضوا له. رح نستفتي الليلة اللبنانيين، هل زيارة البطرك اللبناني إلى القدس خطيئة تاريخية أم واجب ديني؟ مستشفى تنورين الحكومي فضيحة من العيار الثقيل لهدر المال العام. باب الهجرة مفتوح إلى كندا، فيزا بثلاث أسابيع وبلا روحة على السفارة. مدير عام هيئة إدارة السير فرج الله سرور قرر يعرقل حملة حزام الأمان يلي أطلقها برنامج حكي جالس برعاية وزير الداخلية اللبناني. بتطلع حوالي على شكل العالم حاليا، ثورات، تغيير، رفض لكل المعايير. كلنا بدنا عالم جديد، كلنا بدنا عالم أفضل، كلنا بدنا عدالة. وسط كل هالفوضى شوف عالم تاني عم ينشأ من وعي داخلي. الثورة الوحيدة الحقيقية هي ثورتنا على الذات. بدك ثورة؟ بدك تغيير؟ حكي جالس. مطلوب التغيير، لكن شو هو المطلوب؟ غير انت الناس ولا حالك أول شيء؟ والخيار الصعب تغيير من جوا يصير. ما تصير المقياس والعالم خلفك تمشي. بتصير انت صوت الكل، حتى لما تفل. الآخر وهم كبير، الآخر هو ذاتنا اللي ما تصالحنا مع بعض، نرمي كل أغلاطنا ومشاكلنا عليها. أنت الأساس، أنت اللي بتقرر، أنت اللي بتغير، ما حدا غيرك. قرر سيادة القاضي صاحب اللوحة 811 عين، قرر يروح يتغدى بمطعم بمنطقة سن الفيل مع أصدقائه. صحتين سيادة القاضي، شوفوا شو صار. قوم فوت نام، صير أحلام إنه بلدنا صارت بلد. قوم فوت نام، هاي بقى عندنا وسقاطة ما في وقت حربي سكرها ولد. لا هي بلد، لا مش بلد. ما عندي مشكلة، أنا سحب، أنا عم صور بعيد حق صور بدي. سمينا أم فتنا مصير أحلام. ما بيكفينا نحن اللبنانية كل يوم نتبهدل من المواكب، من المرافقين للوزراء، من رؤساء الأحزاب والنواب والمسؤولين والرؤساء. ما بتكفينا المعاناة من نطرة أوقات لساعات لحتى يمرق فلان أو علتين من كبار الشخصيات. ما بتكفينا الفوقية، ما بيكفينا سحب السلاح على الناس، على الشعب يلي جابكن على الكراسي. ما بيكفيهم السياسيين المواكب وعدد المرافقين الكبير كتير، أكبر بكتير مما بيحقلن. ما بيخجل السياسي والمسؤول
بيقول انه يستخدم مرافقينه اوقات للمهام المنزليه وللشوبينج ولحتى ينجابوا الاولاد من المدارس، لانه بالنسبه للمواكب ما حدا جاهز بلبنان او بيعرف كيف يعمل موكب مش مكشوف امنيا. بيستعملوا سيارات الدوله اللبنانيه، بيستعملوا سيارات الوزارات على حسابنا نحن يلي بندفع الضرائب بلبنان، يلي بندفع الغرامات، وبيصيروا يكسروا على العالم، بيصيروا يضربوا الناس، بيصيروا يرعبوا العيال هن ومارقين على الطرقات. هيدي الظاهرة ما عرفنا نتخلص منها بلبنان، لأنه للأسف بتجي باكيج مع المركز مع السلطة من أعلى سلطة بلبنان ونزول. ولا مرة مرقوا على الطرقات، على السكت بطريقة متواضعة باحترام للناس يلي سيئة سياراتها حدهم هني وعم بيمرقوا بمواكبهم، ولا مرة مرقوا بتواضع الزعامة يلي نحن عم نفتش عليها لليوم. بعنا عم نفتش على تواضع الزعامة. الفيديو يلي شفناه بالمقدمة لسيادة القاضي 811 عين اللي لهلأ مبين بكل القيود الرسمية والغير رسمية انه لوحته مزورة. سيادة القاضي صاحب اللوحة المجهولة قرر يروح يتغدى وهو بالمطعم سكر مرافقينه الطريق مثل ما كنتوا عم تشوفوا، وصارت الطريق وان واي يعني ممرق ميله وحده، بالوقت اللي الصليب الاحمر بده يمرق ومعهم مريض مستعجلين انهم يوصلوه على المستشفى، عم يعملوا واجباتهم الانسانيه. سياده القاضي 811 عين احتراماتي، ولكن مرافقينك نطروا الصليب الاحمر اكثر من 10 دقائق والمريض بقلب سياره الاسعاف كرمال ما يزيحوا لك السيارة من قدام المطعم، وهيدا تصرف غير إنساني، هيدا تصرف غير لائق. شو تعليقك على الموضوع؟ ولو كنا منعرف مين حضرتك كنا سألناك بالاسم، ولكن يبدو صار عنا سؤالين بما أنه راجعنا المراجع المعنية ونمرتك الظاهر أنها مزورة على سيارة الأودي بحسب القيود الرسمية. السؤال الأول الليلة، ليش حاطت نمرة مزورة؟ والسؤال الثاني والأهم، شو رح تعمل مع مرافقينك اللي عطلوا عمل إنساني، عطلوا مهمة الصليب الأحمر اللبناني اللي شعاره السنة ما توقفوا بطريقنا؟ 811 عين ناطرين توضيحك. من بعد ما اجينا شكاوى من بعض اهالي العجزة يلي موجودين بمأوى سيدة الالام بغدراس عن معاملة عاطلة وعن استهتار، عن ضرب وتعنيف، زرنا المأوى لحتى نتأكد من هيدي المعلومات ولحتى نأكد انه العجوز او الشخص الكبير بالعمر من حقه او المسن من حقه انه يعيش حياة كريمة، حياة محترمة، خاصة باخر عمره، خاصة بالمأوى اللي من واجباته انه يكرم المسنين، من واجباته يهتم فيهم لحتى يعيشوا باخرتهم عيشة محترمة. بهالعالم في عالم تاني، عالم المحرومين بصرخ قدام عينينا، يا عالم يرضي مين من نديلهم ايدينا. أنا اشتغلت بمقوى غدريس من 15/20 الأول ل 15 حزيران. مفتكرة إنه مقوى العجزة في محبة، في معاملة، اتضح كله غير. خلال فترة عملي هوني شفت الموظفة تراز ضربت 6 ما إلى حدا. مرة قاطعة بالكوريدور كانوا قاعدين، قالت لهم شو اليوم دور مين؟ قلت لها دور شو؟ قالت لي ايه بيتفقوا وقتها ما بقعد لهم جليدة لمريض معين او تعبون او بيكون جاي حدا معه مصاري اكتر، بين الحكيم وبين المديرة بين الفرق وبين الرئيسة وبين الانفيرمير من دور الليلة ليروحوا. لما اتهم اجي وحطتني هون قدام التواليت قعدت شي 3 ساعات 4 ساعات قدام التواليت. لما اجت قلت لها شو حطيتيني ورحتي؟ على القليلة حطيني بمطرح انه شوف حدا، شوف يعني ناس رايحين جايين، شو حطيتيني هون؟ قال ايه هيك ولا مرة كيف بيحطوا هيك هن؟ جيتي بلسان نهار كانت مرحومة ستي يعني اما للماما حطيناها فوق هي وجدي اثنيناتهم، ما كانوا عم بيعتنوا فيهم مضبوط ابدا، يعني كنت كل ما نطلع تركين اجلي في الكركات تحتهم والخزانات كلها معبية حشرات وصرافيل. كنت هم قايلين عليهم انه كانت بعيد من هون معبى اشعاع ما فيها تاكل لحالها، نطلع تركين الاكل مثلج على الطاوله ما فيهم حدا منها يجي يطعميهم.
أنا ما كنت نشيط وأنا كمان ما كنت نشيط. في أنف المياد منيحة، في وحدة كمان كتير منيحة بس الباقيين كلهم ماشي. هلا أنت بتكرميهم يعني عرفتي؟ بتحطون بزيبته للبنات أكيد بتحطون بزيبته. في وحدة حطت مرقت علي أمي جننتني كانت ما وطتها وردتنا على المستشفى. بهالبساطة يعني صارت روح الإنسان بلبنان كتير رخيصة. بعتذر. بستقبل معي الليلة موظفة سابقة بالمأوى أرلات سلامي لحتى نفهم منها أكثر شو كانت تشوف لما كانت هونيك. أرلات مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. خبرينا شو كان يصير مع المسنين، مشاهداتك لما كنت تشتغلي بالمأوى. مشاهداتي أول هي عدم المحبة وعدم المعاملة اللي نحن بنفهمها، إنه الختيار وقت بيوصل على آخر أيامه لازم يكون الأمبيانس تبعيته كله محبة، أجواء، كله تفاهم. نعم. وفي تكون أجواء مريحة. نعم. أهم شيء الكوميونيكاسيون بينك وبين المريض، التواصل. نعم. ما كان يشوف الشمس، ما كانوا يظهروا يعني. طب ليش برأيك كانوا يتعاملون بهالطريقة؟ شو التفسير؟ التفسير في عدم إدارة، في عدم جدارة، لأنه صارت معي يعني فتت على المأوى على اتفاق انه بده المساعده بالاداره وبالاكاي، وبعدين اتضح انه في عدم جداره. شو كنت تشوفي تحديدا؟ تحديدا غير انه ما بيظهرون وما بيشوفوا الشمس وهيك. انا بالاكاي سبق قلت لك انه بساعدهم، بطلع لعلق البروجرام كل نهار تنين، بتفاجئ بالموظفه تراز بتضرب كف مريضه ما عندها حدا، كلهم اولادها برا بالخارج. نعم. بقى صدمني هالشي، طلبت من المديرة ثلاث مرات قبلها لاشرح لها الوضع، عطول مشغولة، الشيء اللي بدها اياه بتطلبه هي يتنفذ بسرعة. نعم. بس اي شيء بنشوفه نحن ما لنا حق نحكي. اليوم مين المديرة يعني، عن مين عم نحكي؟ مدام فيرا الفرخ. بعدها موجودة؟ بعدها نفس المديرة. بعدها. لأنه نحن حكيناها منأكد وقلنا لها أنه ريبورتاج طالع اليوم على الهواء، وقلنا لها أنه نحن عندكم حق الرد ومسعدين نسمعكم وكل شيء، كان في يمكن طريقة رد يعني، قلنا لها حتى لو كنت برات لبنان وين ما تكوني لينك بكل الطرق. ما كان في منهم يمكن، ما كان عندهم الاستعداد أنه يطلعوا ويكون عندهم حق الرد يعني، وهذا حقهم، خليه يطلعوا يبرروا اللي شفناه واللي حضرتك عم بتقوليه كمان. يمكن لأنه مرة قالت لي هي شخصيا وفي وجهها، قال عم بتحاول تحسن سمعة المأوى. للأسف هو لورا كل يوم. تحسين سمعة المأوى بيكون بالتعامل الداخلي مع مع المسنين. صح. كنت عم تقولي بالريبورت بيروحون. نعم. شو قصدتي بكلمة بيروحون؟ نعم، أنا كل يوم بدفع لمدام، بطلع معها من المأوى لبيتي. نعم. بقى تعودت شغلي بلبنان، أنا كنت عايشة برا، تعودت لتجيب هالشخص بدك تسجله. طبعا. ثاقبت كذا حديث نحن وطالعين تحكي عن المأوى بصورة عاطلة، وأنا صراحة وقتها كنا نستقبل الأطفال ويزورون. نعم. كانت تنزل دموعي لأنه نهاية هالختيار كنت شوفها أنه مش حلوة، منا حلوة. نعم. بتفاجأ أنه أول مرة بتقلي هاي المدام، وأنا في وجهها لأنه مسجل، لو كان بعده معي سلولاري. نعم. في تسجيل موجود أنه بيتفقوا النورس مع الحكيم مع المديرة مع الرئيسة اليوم. بس تسجيل موجود يروحوا. حاليا معك؟ مش للأسف انسرق السلولاري، بس إذا فيي أخذ السيم كارت من الألفا يبلقي. ما بنعرف إذا التسجيل بعده باقي يعني، أنا هيدا كان قصدي إذا الكلام اللي عم بتقوليه هل هو موثق ولا مش موثق؟ كان مسجل على تليفوني. نعم. بس انسرق للأسف. طيب الموثق هو المعاملة بقلب المأوى. نعم. يلي حضرتك شفتيها هو التعامل نوعا ما بعنف، أنت كنت عم تقولي لي في إحدى الموظفات كانت تضرب كل. نعم. يوم حدا من المسنين. شو كان يصير غير هيك؟ موضوع أكلون شربون التواليت، موضوع الأكل بتفاجأ أنه الختيارية مثلا بيصبولوا نتفة شاي وبيخلطوا كل الكباية مي، يعني هيدا عدم صحي للمريض. نعم. العصير كمان كذلك الأمر، يعني عم بيشربوا مي بالنهاية. بس تعنيف أنا بهمني أكتر المعاملة. المعاملة شفت المديرة كذا مرة، حتى الموظفات وخصوصا الأجانب الأثيوبيات. نعم. كيف طلقتهم بعنف. صار في سرقة كمان ثلاث أربع مرات، وللأسف الموظفة بعدها موجودة بالمأوى. نعم. كمان تحكي مع المريض بطريقة مع الختيار بطريقة كتير معنفة. نعم. مدام قريت ليش تركتي المأوى؟ تركت، بلشت عاسس ثلاث شهور وبنضمن، صارت تتأجل قضية الضمان. طلبت منها ورقة بالمعاش لمدام فيرا الفريخ، قال ما بحق لي لأنه ماني مثبتة.
مع انه جايبه مع الرابور بالبنك في اشياء، في عندك بيرسونال انتريمير يلي بيبقى قبل التثبيت ولا حق ياخذ بالورقه بالمعاش وبعدين بعد التثبيت رفضت قررت تفلي لا بقيت 9 شهور قال قررت تثبتني قلت لها اوكي عندي انا رقم بالضمان بجيب لك اياه لانه انا ساحبه تعويضي قال لا ما تخافي كله بلبنان هو كله اونلاين انا بجيب لك اياه بتفاجئ بتجيب لي افاده انه انا ما كنت مضمونه اتهمتني بالكذب بقى 4 إلا 4 بدي اقول لي بتعطيني تعويض شهر بتقول لي مع السلامه قلت لها كيف هيك فليت هيك فليت ايه؟ بهذه الطريقه بهالطريقه. طيب اليوم شو بتقولي لكل اولاد واهالي المسنين ان كانوا بهيدا المقوى او بغير محلات؟ انا بقول لهم الختيار ما لازم تكون اخرته بالمقوى، وخصوصا من بعد ما عشت هال9 شهور وشفت الحقيقه قدام عيوني. المقوى بده يكون لاسباب، اما في عندك الالزهايمر اوكي بنستقبل المريض بهالحاله، بس غير هالحالات بتاسف لانه نحن اصلا كمان بدنا نكبر يوما من الايام، نشوف حالنا موجودين بمقوى ما في عندك تواصل، ما في عندك محبه، في معاملات مثل اللي شفناها او اشياء حتى عدم التغذيه. ممكن نطرع على الحمام حطوها، كانت عم تحكي احدى السيدات انه قعدوها وتركوها وغيره وغيره. وبتفاجئ كمان انه ما في رقابه لانه المقوى في ما حدا بيجي بيراقب، ما حدا بيجي بيطل، ما حدا بيجي، ما في كبسات، ما في حدا بيجي بيشوف. لو في رقابه انا نزلت على الضمان قلت لهم كيف تعطوا افاده كاذبه؟ كان يمكن صار في تحرك تجاه المقوى. ايوه بتعرف شو كان رد الضمان؟ قال لي بطلع لعندهم بتبرطلني 150,000 وبتظهري انت لبرا. هيدا كان جوابه مدير الضمان بجوني. انا بدي اشكر وجودك معنا، ما عاوز عندك كلمه نهائيه قبل ما نعم، أنا رجعت على لبنان كرمال الحقيقة، ورجع كندا بإذن الله كمان كرمال الحقيقة. حبيت اليوم كون على الهوى مع مسيو جو معلوف كرمال الحقيقة بتجرح أحياناً كتير، بس يلي رح نوصل له بالأخير هي الكلمة الحق والطريق والحياة، وكرمال الختيارية كرمالنا كلنا. بقى أولادنا لازم نعلمهم يحكوا جالس. مدام قريت أنا بشكر وجودك وبشكر كلامك وأطلالتك بالبرنامج لمساعدة المسنين يلي بكل المقاوى بكل المراكز اللي المفروض أنه يتعاملوا معاملة جيدة. وأنا بحب أكد على شغلة مهمة جدا، إذا أولاد العجزة أو المسنين اختاروا أن يحطوهم بمقوى أو بمؤسسة أو بجمعية، هذا ما بيعني أنه نكبون، هذا ما بيعني أنه نتخلصوا منهم، حتى ولو قسم كتير كبير من الأولاد فعلا بيعتبر أنه المقوى هو لحتى يتخلصوا من أهلهم، لحتى يتخلصوا من التنظيف من وراء أهلهم، من الاهتمام بأهلهم. ولكن الأهم اليوم يفهموا كل الجمعيات وكل مقوى بلبنان، وأول مقوى سيدة الألام، الوجع يلي بحس فيه المسن لما بيتعاملوا معه بهالشكل هيدا حرام. هالعجزة أو هالمسنين ما بقى عندهم كتير بهيدا الدنيا، مثل ما كانت عم تقول مدام، ما بقى عندهم كتير، وكلامي موجه لأولادهم قبل ما يكون كلام موجه للمقوى. واجباتكم انكم تحافظوا على كرامة أهلكم وعلى جدودكم وتراقبوا حياتهم بالمقوى، وحتى ما يتحول المقوى لمنفى أو لمحل حتى نتخلص من الكبار بالعمر. أنا بدعي الليلة كل مواطن، كل ابن أو بنت عم بيشوفوا ممارسات عاطلة وتعنيف عم بيصير بقلب المقاوي إنهم يخبرونا، ما رح نسكت عن هالممارسات أبدا. كان بعد عندي نقطة مع أنك قلتي لي إنه السيلولار راح وعم تشغلي راسي، كنت عم تقولي بيروحون، وكأنه كنت عم تقولي إنه هالمعاملة السيئة هي لحتى يوصلوا لمحل يمكن ما بعرف في شو كنت يعني شو الحديث اللي صار؟ شو الحديث؟ قالت لي حرفيا بيجتمعوا الحكيم مع النورس مع الرئيس، للاسف جددوا له تاني 7 سنين، وللاسف كذا محطه كانت حتى مع الجمعيات كانت تعملهم بطريقه قله احترام. بقى اول نظره انا ما عندي شيء ضد حدا، بتمنى منهم يغيروا الاداره، وخصوصا شو يعني بس شو يروحون؟ يروحون بالكلمة إنه بيتفقوا، قال بيعملوا لهم إبرة معينة أو حبة دواء وبقرروا اليوم دور حدا. هذا حرفيا حدا يروح دور يعني. إيه دور ختيار، بس كلام خطير، كلام كتير خطير. بس اللي قالت لك إياه هل هو شخص موثوق فيها ولا عم تحكي لها؟ تحكي موظفة بقلب المقوى وما زالت موظفة؟ ما زالت
يعني مستعدة حضرتك إذا انفتح تحقيق بهذا الموضوع إنك تشهدي وإنه يجيبوا هذه الموظف؟ قلته كذا مرة ورددت. يعني ليش برأيك بدهم يعملوا هيك؟ ليش بيروحوا حدا إذا عم ياخذوا مصاري وإذا في مساعدات؟ يمكن تعبوا من هالختيار، يمكن إجيهم حدا بيدفع أكثر. نعم، لأنه إجمالا صرنا عم نلاحظ الجمعيات عم تشحط من وراء الختيار، عم تشحط من وراء أيتامنا بلبنان، عم يطلبوا مساعدات وعم يطلبوا أمور مالية. أنا أتمنى بهذا الموضوع ينفتح نوع من تحقيق كمان، لازم يصير في تحقيق ولازم حتى يصير في تدخل للدولة اللبنانية والمراجع المختصة مع كل المقاوي. أنا بشكري كتير وبدعي كمان كل المشاهدين اللي ما بيقدروا يتابعونا على التلفزيون أو بيطلعوا بالسيارة بيقدروا يسمعونا على جرس كوب اف ام 100.9 101.1 اف ام. بريك ونتابع. حكي جالس يستفتي اللبنانيين. زيارة البطريرك إلى الأراضي المقدسة خطيئة تاريخية أم واجب ديني؟ مستشفى تنورين الحكومي فضيحة من العيار التقيل لهدر المال العام. هاو قرطة حرمية، حولات كتير عاملين فينا، يا ما أكلنا أكل. باب الهجرة إلى أرض الأحلام مفتوح، التأشيرة الكندية خلال 3 أسابيع دون الذهاب إلى السفارة. مش غلط أبداً، ذكية الخبرية. مدير عام هيئة إدارة السير يعرقل حملة حزام الأمان هاشتاغ سيلفي آر إس لغايات شخصية. يرافق البطريرك الراعي البابا فرانسيس بزيارته إلى الأراضي المقدسة المحتلة من إسرائيل بين 24 و 26 شهر هيدا الشهر. هيدا العنوان العريض لزيارة رعوية دينية كنسية فقط لا غير، بحسب رواية الكنيسة والمراجع الدينية. أما بالنسبة لقسم من القوى السياسية والأطراف المقاطعة لإسرائيل وحملة مقاطعة داعمي إسرائيل، اعتبروا أنه هيدي الزيارة هي سابقة وهي خطيئة تاريخية بتعزز الاحتلال الصهيوني، بتفتح باب التطبيع، وأنه مستحيل نفصل بين الدين والسياسة خاصة مع دولة عدوة مثل إسرائيل. بعد ما أعلن البابا فرانسيس عن زيارته للأراضي المحتلة ب 24 ل 26 أيار، تفاعلت قضية مشاركة البطريرك الراعي ضمن الوفد البابوي بهالزيارة، المشاركة اللي فتحت باب النقاش والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبوسائل الإعلام بظل غياب أي تعليق رسمي سياسي لهاللحظة، وانقسمت الآراء بين رافض ومؤيد. رافض بيعتبر أنه زيارة البطريرك للأراضي المحتلة بهيك وقت رح تحمل بعد سياسي ومش بس ديني، ورح تعطي إسرائيل هدية مجانية، خاصة أنه الراعي هو البطريرك الماروني الأول يلي بيزور الأراضي المحتلة منذ العام 1948، وزيارته ممكن تكون شرارة الانطلاق للتطبيع الديني، بينما بيعتبر المؤيد أنه الزيارة هي محض دينية رعوية. والبطرك هو بطرك أنطاكيا وسائر المشرق ومش بس لبنان، كما أنه رح يدخل الأراضي المحتلة بجواز سفر فاتيكاني الدبلوماسي ومش بجوازه اللبناني، وما رح يشارك حسب مصادره بالزيارات السياسية اللي رح يقوم فيها قداسة البابا، ورح يحصر وجوده بالواجب الديني. هل رح يصر البطريرك على زيارته أم رح يتراجع عنها قدام الضغط يلي عم تمارسه الجهة المعارضة، ويمشي على خطى البابا شنودة الثالث بابا الأقباط اللي رفض زيارة مدينة القدس بالعام 1977 وهي تحت الاحتلال، وطلب من المسيحيين الأقباط عدم زيارة مدينة القدس لحين تحريرها؟ بالنسبة للبطرك الراعي وآخر تصريح له بعد وصوله إلى مطار بيروت، هو بيأكد على هذه الزيارة واستمرار الزيارة إلى الأراضي المحتلة. الليلة حكي جالس رح يستفتي اللبنانيين حول إشكالية زيارة البطرك. بدنا أصوات الناس، بدنا أصوات اللبنانيين، وبدنا هن يطلعوا يقولوا لنا إذا هن مع هذه الزيارة أو لا. اليوم البطرك كان واضح وكان مصر على هذا الموقف، هيدي الزيارة إلى القدس، خاصة وأنه مثل ما كنا عم نقول الشارع اللبناني هو مقسوم، الناس قسم كتير كبير منهم
مع هذه الزيارة بيعتبروها أو بحطوها بالإطار الديني فقط لغير، واسم كتير كبير ضد. أنا بدعي كل اللبنانيين وكل مشاهدي حكي جالس أنهم يعبروا عن رأيهم عبر www.hkijalis.tv، عبر تويتر وعبر فيسبوك، وبدعي كل اللي عم يحضرونا أنهم يتصلوا فينا، لأنه رح تمرق الأرقام هلأ رح تشوفوها لحتى نعرف رأي الشارع اللبناني. رح نفتح المجال لنقاش على الهواء مع المشاهدين، يطلعوا كل حدا يقول رأيه بكل حرية. والسؤال المطروح على الويب سايت لحتى نعمل الاستفتاء واللي فيكم من خلاله كمان تفوتوا وتصوتوا عليه: هل تعتبر زيارة البطريرك الراعي إلى الأراضي المحتلة خطيئة تاريخية أم واجب ديني؟ قبل ما بلش مع اتصالات المشاهدين وأراءكم عبر تويتر وفيسبوك، رح ناخذ اتصال مع أستاذ بيير أبي صعب، ناقد وصحافي بجريدة الأخبار. مساء الخير حضرتك، نائب رئيس كمان تحرير جريدة الأخبار. أستاذ بيير مساء الخير. مساء الخير لك جو لكل مشاهدينك. بعرف أنه عندك تصوير وعندك ارتباط، رح كون كتير سريع. حضرتك بالأخبار كتبت غبطة البطريرك لا تشهد بالزور، ووصفت الخطوة أنها خطوة انتحارية، وقلت بالحرف: لا شك في أن الراعي سيلتقي جنود لحد خراف رعيته الضالة الذين تعاملوا مع الاحتلال. هل يذكرنا هذا الدرس شيئا؟ أنت ذاهب إلى إسرائيل لا إلى فلسطين، بتقله للبطرك، وبتقله: ومتى في 25 مايو ذكرى تحرير الجنوب اللبناني؟ يا للمصادفة التاريخية العجيبة. اليوم البطرك بيقول ما حدا يعلمني على شغلي، بآخر تصريح لقاله. أستاذ بيير شو موقفك من كل اللي عم بيصير عدا عن اللي انكتب؟ يعني غبطة البطرك جو عم بيقول أنا ما عم بعمل سياسة، هذا واجب ديني. تصرفه للأسف بمطار بيروت بعد عودته من السفر هو تصرف رجل سياسي مش رجل ديني. نعم. عمل ردة فعل رجل سياسي، ومش رجل سياسي ببلد ديمقراطي، رجل سياسي ببلد ديكتاتوري. ليه؟ لأنه الرأي العام زعامة روحية كبيرة تتشرب المزاج العام، الرأي العام. يعني أنا كنت بتوقع يقول أنا رح أسمع الرعاية شو بتقول، رح أسمع أبناء الوطن من غير توقع شو بيقولوا، وفكر ليش هالاستفزاز. إجا بموقع دفاعي عدائي، بيشبه رجل سياسي، ما بيشبه رجل الدين المسيحي المتسامح الهادي. وهذا بدل، هذا بدل إن دل على شيء يا جو، إنه الخطوة هيدي خطوة سياسية لا يمكن احترموا، مثل ما بيقول إجمالا مرسيل غانم بيقول بس ما بيطبقها دايما، احترموا عقول الناس، ما ممكن تكون سياسية بحتة. بعرف انه بنوايا غبطة البطريرك هي دينية، وبعرف انه بيشعر بواجب ديني كبير، بس التاريخ ما هيك رح يسجلها. حربنا مع اسرائيل حرب رمزية. ما بتعتقد انه سيدنا البطرك استاذ بيير عم يعملها لهدف ديني، ولحتى التاريخ يقول البطرك اللبناني ذهب الى هناك ليقول الى العدو انه هذه الاراضي ليست لكم او شيء من هالنوع؟ من هيك بهيك بحكوا العدو صرنا 66 سنة، لو فينا نحكي هيك حكيناه من زمان يا جو. نعم. العدو بيفهم لغة واحدة هي لغة المقاومة والعنف، فايدة العين بالعين والسن بالسن. للأسف جربنا أوسلو، مات ياسر عرفات بالمقاطعة مثل جرز يعذرون الناس، وما بنقدر نقول انه مات قتل، حتى الملفات. نعم. سرقت. نحن هلا رايحين نقول لهم لهونيك، رايحين نقول لهم غفر مغفورة لكم خطاياكم. نعم. 66 سنة. طيب اليوم البطرك، اليوم البطرك بيقول أنا لست بطرك. نعم. على لبنان فقط، أنا على المنطقة كلها. نعم. ومن واجباتي مش مزبوط. بس مرافقة البابا، واجباتي استقبال البابا في الأراضي مزبوط. المحتلة. مزبوط. بس هيدي كمان جو مع احترامي الكبير لغبطه، ويعني هالرمز الديني المحترم الوطني اللي مشان هيك نحن، أنا كل إصراري بهاللحظة بس محاولة إقناعه، محاولة إنه يسمع رأي الناس. الراعي الصالح هيك بيعمل. هيدي نكتة إنه أنا رايح استقبل، ليش نحن بعد بنملك الأرض يا جو لنستقبل؟ ما سرق اليهودي، سرق الإسرائيلي، سرقة منا. نعم. ما عندنا أرض لنستقبلوا فيها نحن مسروقين. الفلسطيني مسروقة غريب بأرضه، مسروقة منه أرضه. شو يعني كيف يعني عم بتقول إنه استقبال بأرض منا لقلنا، أرض محتلة؟ بالضبط، هيدي أرض محتلة. أنا بفهم إنه الرعاية هونيك حابين يلتقوا بغبطه، أنا بفهم إنه هيدي خطوة دينيا حلوة ومهمة، بس ستكون ستسجل رمزية، لن يكسر عزلة موارنة فلسطين. نعم. سيعزل موارنة مسيحي لبنان، سيفك الحلو، سيفك هذا الارتباط. اليوم استاذ بيير بالجريدة كمان عم تكتبوا انه في خشية او خوف من انه اسرائيل تورط البطرك، ويقوم احد قياديها السياسيين بانه يجي يسلم عليه اثناء وجوده او شيء من هالنوع. هون شو بيصير اذا حدث، اذا هيدا الموضوع صار؟ أذكى
غبطوا ألف كامل انه يقع بهالفخ. انا مش خايف من الفخاخ الصغيره، اسرائيل فخاخها كبيره، اسرائيل دوله المذبحه، دوله سبارتيه، مش خايف من الفخ الصغير، خايف من هيدي الخطوه الرمزيه، كسر الحاجز الرمزي، وهو حاجز رمزي يقول انه هذا العدو انا لا اعترف بسلطته، هذا عدو غاصب. الى ريون كابوجي المطران، الى ريون كابوجي ما له حق يروح على القدس، هو منفي، هو مبعد من قبل سلطات الاحتلال، مثل ما ذكرته بالريبورتاج البابا شنوده الله يرحمه رفض يروح ومنع الرعايه. نعم منع الرعايه، حتى البطرك صفير رفض هذه الزياره، حتى البطرك لحام. نعم. كان مطران على القدس، لما صار بطرك رفض رفضا قاطعا انه يدعس بهذه الاراضي، حتى البطرك خريش بالعام 77 رفض انه يدفن والدته حتى مش باسرائيل بعين ابل او حتى مش بالاراضي المحتله لانه كان تحت الاحتلال الاسرائيلي. انا بشكرك لتذكيرك بهالمعلومات التاريخيه. نحن نناشد غبطته، نحن نستعطف غبطته ان يسمع الرأي الصواب، إذا بيقدر يعمل شيء يعمل، يأخذ موقف وطني فيسجل له، ولا يكون حصان طروادة لفتح علاقة تطبيعية، لأنه هذا المبرر. بكرة زياد الدويري بيقول لي أنا رحت عملت فن، أنا ما عملت سياسي، ما رحت طبعت. كل واحد بيصير عنده سبب يروح، كله سياسي جو. نحن بمنطقة على أرض، على أرض بركان، على أرض المنطقة. طيب أستاذ بيير، اليوم بحكم شغلك وخبرتك واطلاعك على الأمور السياسية خاصة بالأخبار، ليش برأيك ما صدر موقف واضح لحزب الله هلا؟ انا يعني انت بتعرف لبنان قديش، يعني انا كتبت منتقدا دار الفتوى لما اخذت موقف بالسياسي ما بيعجبني، بعتبر حالي مواطن حر. للاسف بلبنان التركيبه الهشه، للاسف هي جمهوريه الموز مبنيه على اتفاق الطوائف، كل طائفه بتحترم الاخرى وبتخاف تغلط. كمان عم بيورطنا بالبطريرك، بغبطة البطريرك والكاردينال الراعي بشي من نوع انه بكره بثاني اذار او بحزب الله رح ينتقدوه، ورح المؤمنين والرعايه الموارنه يزعلوا انه كيف عم ينتقدوه من غير طائفه. نحن بقول لك طوائف يا جو، منه نقاش وطني بين مواطنين، نحن رعايه اليوم طوائف. نعم فقط اليوم انا مواطنين. اذا بدي انقل لك وجهه نظر اللبنانيين من المنحى السياسي او من منحى 8 و14 ومن خلال الاتصالات والاصدقاء اللي بتداول انا وياهم، في قسم كبير بيقول لك طيب ما البطرك الراعي راح على سوريا، هيدي وحده مقابل هيدي. لا ما في شيء جو، ما في شيء. بس عم ينقال هيك، بس ما بتوافقني الراي انه عم ينقال هيك، بس مش عم تسمع هالكلام. بلا بس اسرائيل، يعني الراي العام الفوكس بوبي اللي بيقدر يقول بده اسرائيل جريمه عظمى، جريمه تاسيسيه لا تقارن باي خطا ثاني. هناك انظمه دكتاتوريه مستبده، هناك تبييض لصحه انظمه، ولكن لا دعنا لا نقارن اي شيء في الدنيا بالجريمه العظمى اللي ارتكبت ب 42 بالارض العربيه المسلمه المسيحيه اللي هي فلسطين. ما في شيء بوازيها، ولا دكتاتوريه ولا شيء. ما حدا يجي يقول لي ساعد يقولوا ايران، ساعد يقولوا سوريا. انا ممكن نقد النظام الايراني من اليوم ليوم القيامه، ممكن رفض الدكتاتوريه السوريه من اليوم ليوم القيامه، بس ما تقارنوها، مش وحده بوحده لا يا جو. طيب عندي سؤال اخير استاذ بيير. نعم هو خطا تاريخي. نعم عندي سؤال اخير ومهم جدا اليوم. كل المؤشرات يعني 99% محسومه، والبطرك قال ما حدا يعلمني على شغلي وانا رايح على الاراضي المحتله. اليوم في حال حدثت هذه الزياره، قديش بالفعل خطرة على لبنان وشو تبعياتها فعليا؟ بدي منك تعطينيها على القد، يعني قد ايه برايك خطرة، وكيف رح يتعامل مع الاعلام الاسرائيلي؟ رح تخرق توتر بقلب لبنان، رح تعزل المسيحيين اكثر، رح تدل عليهم بالشمع الاحمر انه انتم الجويين دي شباب، انتوا اللي بتخدموا اليهودي، انتوا المنشئين، انتوا اللي كنتوا عملاء، وهذا شيء غلط بعرف، بس الخطا التاريخي بجر اخطاء اخرى، وراح يكسر جدار، يعني راح يفتح باب التطبيع بين لبنان واسرائيل تحت مبرر ديني، مبرر الحج، وبكره مبرر ثقافي. نعم. ومبررات اخرى، سيؤسس لخطا تاريخي، هو خطا خطيئه اصليه اذا جاز التعبير، ويسمح لي غبطته انه عم بتجاوز يمكن، بس هذا نقاش سياسي، يعني كل اللبنانيين عم بحكي كلبناني وكعربي، وعم بحترمه قيمة كبرى كزعامة روحية كبرى. طبعاً. كل خطوة بيعملها تلزم أبناء طائفته وأبناء غير طائفته. نعم استاذ بيير انا بشكر رايك وبشكر مداخلتك كمان. تسلم. شكرا كثير لحضرتك. شكرا. رح نفتح باب الاتصال لكل المشاهدين يطلعوا ويقولوا رايهم على السؤال، هل تعتبر زياره البطرك الراعي الى الاراضي المحتله انه ضع بخانه الخطيئه التاريخيه ام الواجب الديني؟ فيكي مساء الخير. مساء الخير. تفضلي اهلا وسهلا فيك. انا اكيد مع زياره البطرك. نعم ليش؟ نعم
ليش؟ أول شيء اليوم اللبناني وقت اللي بيتجنس أمريكاني أو جنسية تانية بيروح بالباسبور الأجنبي نعم. على إسرائيل وبيزور وبيعمل سياحة نعم. يمكن بينسى الأراضي المقدسة وبيعمل سياحة وين ما كان بكل البلد وبيرجع بباسبوره. ليش اليوم البطرك بده يروح بزيارة دينية بدنا نقول له لا؟ يعني اليوم بس اليوم بفهم انه تبريرك نعم. موضوع الباسبور وكأنه سيدنا لأنه معه الباسبور الفاتيكاني باسبور دبلوماسي. لا مش بس لأنه سيدنا، أنا عم بحكي عن كل شخص لبناني بيسافر لبرا. يعني أنا إذا بدك بحكي لك عن خالتي، أنا خالتي مجنسة مجوزة من واحد أمريكاني ومجنسة نعم. راحت على إسرائيل، زارت إسرائيل كلها وراحت على القدس ورجعت نعم. ما فهمت إنه ليش ممنوع إنها تزور إسرائيل؟ نعم ليه ممنوع أن تزور نعم. القدس؟ هيدي يعني أرض مقدسة لكل العالم نعم. ليش لا؟ وصل وصل رأيك، وصلت الصورة، شكرا لك. كمان اتصال، وبذكر المشاهدين عبر حكي جالس دوت تي في عم ناخد أراءكم على السؤال، هل زيارة البطرك توضع بخانة الخطأ أو الخطيئة التاريخية أو الواجب الديني؟ استاذ فادي مطر، مساء الخير. مساء النور. تفضل، أهلا وسهلا فيك استاذ فادي. الحمد لله. أول شيء أنا بدي أقول هيدا مش خطأ تاريخي، البترك الماروني رايح يسمع التاريخ نعم. واليوم هو كانت مداخلته بالمطار صراحة كافية ووافية وبليغة جدا. يعني هو قال أنا مني رايح بالوفد المرافق مع البابا، أنا رايح استقبله عندي، لأن هيدا هو بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، وبيت المقدس بيوضع بيوقع ضمن صلاحيته. رح اعتبر استاذ فادي، رح اعتبر حالي انا محامي الشيطان والطرف الاخر. اليوم فضل. انطاكيا وسائر المشرق الاراضي اللي عم نحكي عنها هي اراضي محتله، اراضي فيها جيش اسرائيلي. اذا انا وياك بدنا نروح بده يقول لك باسبورك، بده يقول لك انت ممنوع تفوت، بدك تخرب حياتك صحيح. اذا بتروح لهونيك. هلا انا ما عم بحكي على قصه الباسبور، يعني قصه الباسبور بعتقد يعني تلاقي لها فتوى هي انه بتركنا، بس انا قصدي ابعد من هيك، قصدي ابعد من هيك. فاتيكاني ومعه باسبور فاتيكاني بما انه هو كاردينال بيقدر يحط الختم على الباسبور الفاتيكاني وما بينحط شيء على الباسبور اللبناني. بس القصه اعمق من هيك، القصه تعلق بالارض، تمسك بجذورنا. نحن المسيحيين نحن اساسنا باورشليم بالقدس. ف يلي بدي اقوله زيادة بعد مثلا نعم. نطلع شوي على الدروز يلي باسرائيل، نطلع على عرب 48 نعم. هم هو الجماعة يلي اختاروا يتمسكوا بارضهم وما يفلوا، بس يقولوا للاسرائيلي انه نحن كمان قلنا فيها هالارض مثل ما انت قلك. هل هم خوانيس؟ هل هم عملاء؟ وصل رأيك، وصل رأيك استاذ فادي، اهلا وسهلا فيك. كمان بدعي الجميع انه يتصلوا ويبدوا رأيهم حول زيارة البطرك. مساء الخير. الو الو الو، مساء الخير خضر، تفضل. اهلا، مساء النور. مساء النور، تفضل، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. انا كان بدي احكي عن موضوع زيارة الكاردينال. نعم تفضل بشكل سريع رأيك، تفضل. انا برأيي انه زيارة بشار الراعي على فلسطين اليوم قد تكون توريد جديد للكنيسة المارونية والكنيسة المسيحية المشرقية بتنازل جديد بالقضية الفلسطينية. اليوم اللي ما حدا منتبه له انه نحن عم نعيش مرحلة حساسة جدا بتاريخ القضية الفلسطينية، هي مرحلة الصراع على هوية ما يسمى بالدولة الإسرائيلية نعم. نحو صحيح. تحويدها لنا يهودية. من جهة أخرى بمرحلة قمة التنازلات العربية اللي على رأسها موضوع القدس نعم. اللقاء السياسي اللي هو ليس لقاء رعوي. إذا ما نطلع على الفاتيكان على أنها مؤسسة دينية فقط نكون عم ننسى أنها بنفس الوقت هي واحدة من أكبر المؤسسات. ولكن البطرك اللبناني بيقول أنه لن يشارك باللقاءات السياسية، وهو بس رح يقتصر دوره على الشق الديني الكنسي. الموضوع ليس في أن يشارك شارع الراعي أو لا يشارك مع البابا فرانسيس في لقاءات السياسية أو لا. رمزية الزيارة أن تمر عبر تأشيرة وسماح إسرائيلي لرمز مشرقي مسيحي بزيارة القدس تعني تخلي تام عن التزام الفاتيكان اللي كان الحد الأدنى اللي نحن ما بنقبله، اللي كان بعد 67 مطلب فاتيكاني بأن القدس توضع تحت رعاية الفاتيكان نعم. ونحن كنا كمان نرفضه، أن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين نعم. اليوم اللي عم بصير تنازل جديد، وأنا بسأل سيد بشار الراعي ومناصرينه، ألم يقم يوحنا بولس الثاني بمنتصف التسعينات بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ ولم يقم البطريرك السفير بمناصرة مظبوط حكيناها وقلنا أنه نعم، وقلنا أنه ما راح مظبوط صحيح. من جهة ثانية كمان بدي أسأل، هل
البطريرك الراعي احرص على المسيحيين من الراحل شنودة الثالث. حكينا حكي نعم ذكرناهم حرم كنفي على صحيح. كل من يزور الأراضي الفلسطينية عبر نعم. ووضحت رسالتك، نحن ذكرنا كل هذه الأحداث وهالرجالات الدينية اللي أخذت مواقف وشو كانت مواقفها بالسابق. أنا كمان برجع بدعي الجميع أنهم يتصلوا يعطوا رأيهم، وبرجع بدعيكم كمان عبر تويتر كمان عبر فيسبوك. بسام خضر تفضل، مساء الخير. بسام خضر أغا معك، يعطيك العافية. تفضل، أهلا وسهلا فيك سيد بسام، تفضل. بنهنيك ونحن بنقلك أنت بطل. تفضل والله يحميك. بالنسبة للموضوع زيارة غبطة البطرك، أنا بحب ذكر بس بشغلي، يعني أنه غبطة البطرك صفير لما كان قداسة البابا جان بول دي على الشام رفض يرافقه بالزيارة، واعتبر يومه أنه إذا كانوا السوريين بعدهم عنا ببيتنا ليش بدنا نروح على بيتهم. صحيح، هو رفض يروح على سوريا ورفض يروح على الأراضي المحتلة البطرك تماما صفير. واعتبر مثل ما قلت إنه هن بيبقينا قاعدين ببيتنا، فنحن بس يفلوا من عنا يروحوا على بيتهم منروح منزورهم ببيتهم. نعم، نحن بنعتبر بعد عنا في أراضي لبنانية محتلة بتيفل الإسرائيلي منا. وأنا عم بحكي بالفعل، يعني ماني ما عم بحكي ليش لوجهة نظر 14 إدارة ولا 8 إدارة. نعم، عم بحكي من منطلق من منطلق قومي، من منطلق البابا شنودة. مصر عندها علاقات وعندها سفارات متبادلة بينه وبين منعوا منعوا كل الرعاية. نعم، وأخذ الموقف المشرف البابا الأقباط ورفض يروح. نحن منا ضد الزيارة إذا كانت دينية أكيد، لكن بهذا الظرف اللي نحن فيه أنا بشوفه أنه منا كتير هيك، يعني ما فيها إجماع، واللي ما بيكون في إجماع وخصوصا بلبنان خلينا نرحم حالنا شوي. نعم، شكرا لك استاذ، أهلا وسهلا فيك، وبدعي برجع الجميع لأن بعد عنا دقائق معدودة للتصويت على السؤال: هل تعتبر زيارة البطريرك اللبناني إلى الأراضي المحتلة خطيئة تاريخية أم واجب ديني؟ على www.hkijales.tv في عنا كمان تويتر وفيسبوك، رح تشوفوا تويتس، رح تشوفوا آراء اللبنانيين حول هذه الزيارة. وقررنا أنه نستفتي اللبنانيين لأنه كنا عم نقرأ كلام جرايد، تصريح سياسية وتصريح لسيدنا البطرك، ولكن بعد ما تم استفتاء اللبنانيين عبر الإعلام حول هذه الزيارة ومدى خطورتها. في معنا اتصال من محمد أو محمد عجوز، خليني قبل ما أخذ اتصال، عبر الفيسبوك يقول أنه هيدا واجب ديني وهيدا أراضي هي أراضي فلسطينية بالأصل. ميشيل شمعة كمان عبر السوشيال ميديا بيقول هذا واجب ديني طالما أنه ما رح يلتقي بشخصيات إسرائيلية سياسية. كمان عم ناخد أراءكم عبر تويتر وعبر فيسبوك وعم تشوفون كمان على الشاشة. عبر تويتر جوال بتقول هيدا واجب ديني، مدينة القدس مدينة مقدسة حيث ولد فيها المسيح السيد المسيح وهي لجميع المسيحيين. خلينا ناخد اتصال من ريتا سلامي. مساء الخير ريتا. مساء الخير حبيبي. تفضلي بشكل سريع ريتا، أهلا وسهلا فيك. سريع، أنا مع. نعم، مع. ليش مع؟ مع. ليش مع؟ لأنه أنا رايحة وقاعدة 9 أشهر هنيك. أي سنة؟ وبعدين هو رايح. أي متى رحتي؟ قبل ما تاخدها إسرائيل، واللي ما شاف القدس ما شاف شيء، وهيدي أرضنا، هيدي إلنا، ومسيحنا خلق هنيك ومات هنيك. نعم، إيه ما بده يروح. نعم، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك وشكرا لرأيك. كمان مزيد من الأراء عبر تويتر وعبر فيسبوك وعبر حكي جالس دوت تي في. رح نعلن أكيد نتيجة الاستفتاء. لسؤال الحلقة الليلة: هل تعتبر زيارة البطريرك اللبناني إلى الأراضي المحتلة خطيئة تاريخية أم تعتبرها واجب ديني؟ إذا بعد معنا اتصال خلينا ناخده على السريع، ومن بعدها مبدئيا بدنا نعلن النتائج. وأنا بذكر كل المشاهدين رح نتابع بهذا الموضوع بعد الحلقة بالأونلاين سيشن. بعد كل حلقة من حكي جالس رح نلتقى أنا وياكم كمان على الويب سايت على حكي جالس دوت تي في لحتى ناخد الأراء. معنا اتصال كنا عم نحاول نتصل فيه هلأ للقطنية مع الأب الدكتور يوسف مونس. مساء الخير بير مونس. مساء الخير. نطرناك وسهرناك الليلة.
بالحقيقه بدك تغافي ولك يا زلمه بلاش نخبر قصتنا. وعوك شباب التليفون. نعم بير مونس، راح نقول لك الصوره بشكل سريع. تقريبا استعرضنا اراء الصحافي وخاصه كان معنا اساس بيير ابي صعب يلي بيقول انه هي شهاده زور هذه الزياره، وصف الخطوه انها انتحاريه، حكيوا انه نوعا ما بتصير نوع من 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 بتخلق حساسيه وتطبيع مع اسرائيل. المتصلين واللبنانيين اخذنا عدد كبير من الاتصالات، قسم كبير منهم كان مع هذه الزياره، واعتبر انه زياره البطرك الماروني الى الاراضي المحتله زياره لاثبات موقف معين انه هيدي الاراضي هي اراضي محتله وهي اراضي للمسيحيين. البعض الاخر يعتبر هذه الزياره استفزازيه وانه فيها نوع من تحدي، خاصه وانه تصريح سيدنا اليوم بالمطار قال ما حدا يعلمني عن شغلي. بيرمونس، كيف توضع هذه الزياره وبتشرحها للمشاهدين؟ اولا بدي اقول الارض هي ملكنا نحن المسيحيين الاوائل بهذا الشرق، من هون هيدي ارضنا وهذا رزقنا ونحن رايحين على ارضنا وعلى رزقنا. هذا اول واحد، هذه التخلي عن المكان وعن الارض هو اللي خلى فلسطين تروح، وهذه كانت الغلطة الكبيرة اللي كانت بالأول بالبداية، وخاصة إن نحن كان عندنا أخوي أبونا اسمه أبونا بولس عبود يعمل محاضرات ويصرخ ويقول له ما تتخلوا عن الأرض ما تتركوها. نعم. روحوها. بالآخر اتفقوا على الإسرائيلية والفلسطينية وطردوا من فلسطين واجت مات قهر وطق بغصه. هو نعم. ابن غصه بعد المحاضرات واهم محاضرات انكتبت وقت اللي كانوا كل الناس نايمين. بيرمونس، اليوم زياره البطرك الراعي كيف بتساعد بهذا الموضوع اللي حضرتك عم تحكي فيه؟ كيف زيارته بتساعد بالتخلص من الاحتلال او استرجاع الارض؟ اولا بدنا نقول انه كنيسه القيامه هي كنيسه لنا. اذا الفلسطينيين والمسلمين عمال بيتخلوا عن المسجد الاقصى وبيتركوه، نحن يقولون تحت لنطلب كنيسه القيامه. هن مشتركينه ولكن معتبرين انه هذا الاحتلال حاليا بقوه السلاح والدول الكبرى اقوى بكثير من اي كلمه او من اي راي او من اي انتفاضه. يا حبيب الاخ، ما في شيء اقوى من الحق، ما في شيء اقوى من ملكك انت عود الرزق بنادي لاصحابه مثل ما بيقول. ثاني شغله، نحن منقول الفاتيكان خاصة بيقول إن القدس مدينة مفتوحة لجميع الناس، كيف بدنا نتركها هيكي وما نروح نزورها وما نقول إنه هيدي لإلنا؟ هذه المدينة موقف الفاتيكان موقف صارخ. بس نحن ما بنقدر نروح بيرمونس، لا أنا ولا أنت. بلا بنقدر نروح، نحن عنا أديار بفلسطين، الرهبات عنده أديار، الرهبان عنا أديار، أكيد ما فينا نروح نعمل نازلين على الداون تاون ببيروت، لكن بعدنا بنطلع بنروح على قبرص وبنعمل من قبرص المشوار على فلسطين. لا مش عم بأي باسبور فينا نفوت؟ يعني اليوم اللبناني اذا بدي امشي معك باسبورنا بنعمل ورقه خاصه لانه الدوله اللبنانيه بترفض ان يختم باسبورنا، ونحن ما بدنا هذا الختم الذي يبرر الاحتلال على باسبورنا، لكن بنعمل ورق معروفه كلها انه بنعمل ورقه وبس ترجع بتكب الورقه. نعم. شغلي، نحن عنا أبرشية بفلسطين ما فينا نتركها ونفل. أبرشية وخواردي ورهبان ورهبات موجودة من بداية التاريخ، وهي من أولى الأبرشيات، أبرشية صور. ما ننسى أن صور هي أقدم الأبرشيات بالكنيسة. رابع شغلي، البابا رايح والبطرك هو كاردينال بالكنيسة،
الكاثوليكية كل سوا. نعم. لسبب مجبور يرافق البابا بهذا المشوار، والزيارة إلى معنى رعائي روحي كنسي، ما نخلي كل شيء تضرب السياسي ويصفي كلنا ممرضين بالسياسي. نعم. بناكل السياسي وبنحكي سياسي وبنقوم السياسي. بعدين هو بده يقابل الفلسطينيين، وبدي أقول للفلسطينيين القضية اللي حملوها اللبنانية من ميشيل شيحة أول واحد لشار الحلو لشار. نعم. نحن وضحناها أنه كمان هو بتصريحه قال ما رح يلتقي أي ما رح يكون في أي لقاءات سياسية. أنا بيرمونيس بس نظرا لدي الوقت بعد عندي سؤال مهم جدا، برأيك كيف رح تتعامل الصحافة الإسرائيلية مع زيارة البطرك؟ وكمان برأيك اليوم كيف بده يتصرف شارع اللبناني المقصوم من بعد ما تتم هذه الزيارة بشكل كبير في انقسام الشارع اللبناني؟ اذا بدنا نعمل اكل التبولة مقسوم على هيدي بس اللي اصمتوا، لا ما بيجوز. اولا ما بيجوز الشارع اللبناني يترك كنيسة القيامي وكنيسة المحد مهد وبيت لحم والناصرة ونحمل حالنا ونفل ونقول نحن بدنا نحرد وما بدنا نميز. نعم. الاعلام الاسرائيلي برايك كيف رح يتصرف مع هالزيارة؟ أكيد الإسرائيلي بده يحاول إنه يستفيد منها ويستغل ويجرب يعمل تحدي للبطرك ويجابه البطرك ويسلم علي ويقرب لي لحتى تحمل علي الصحافة العربية ويتسيق لنا هذه الزيارة بالعالم العربي. نعم. نحن ما ننسى إنه مصر أكبر دولة عربية مسلمة بالعالم، هي عاملة سلم مع إسرائيل. نعم. ولولا ما تعمل سلم ما رجعت كمان كل الأراضي المصرية العظيمة، ما بدنا كمان ما نضلنا رايحين. نعم. بعملية بيرمونيس. التعصب. نعم. أنا بشكرك كتير وحضرة البروفيسور يوسف المونس أبونا أمين سر اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، شكرا لرأيك القيم كمان يلي منحترمه. نحن وياكم بما أنه هيدا البرنامج من الأساس هو لينقل صوت ورأي الناس، رح تكون الخاتمة للبنانيين للرأي العام يلي صوتوا يلي قالوا كلمتهم. هل تعتبر زيارة البطريرك الراعي إلى الأراضي المقدسة هي خطيئة تاريخية أم واجب ديني؟ 21.9% بيعتبروا من المشاهدين خطيئة تاريخية، 78.1% بيعتبروها واجب ديني. التصويت مستمر، ومثل ما أعلنت بعد حلقة حكي جالس حوالي الساعة 11 وربع رح نتابع أنا وياكم هذا الموضوع بالأونلاين سيشن على الويب سايت على الموقع الإلكتروني www.hkijales.tv. رح تشوفوا هلأ الموقع. أنا بدعي الجميع أول ما تخلص الحلقة بتعدوا 3-4 دقايق بلتقى أنا وياكم أونلاين بعد الحلقة لحتى نناقش هذا الموضوع، موضوع زيارة البطرك الراعي إلى الأراضي المقدسة والأراضي المحتلة. بريك ومتابع حكي جالس. مستشفى تنورين الحكومي فضيحة من العيار التقيل لهدر المال العام. هاو قرطة حرمية، حولات كتير عاملين فينا، ياما أكلنا أكل. باب الهجرة إلى أرض الأحلام مفتوح، التأشيرة الكندية خلال 3 أسابيع دون الذهاب إلى السفارة. مش غلط أبداً، ذكية الخبرية. مدير عام هيئة إدارة السير يعرقل حملة حزام الأمان هاشتاج سيلفي آر إس لغايات شخصية. من حوالي سنة تقريبا تقدم دكتور عادل حبيب ودكتور أسد عيسى بشكوى أمام التفتيش المركزي حول المخالفات المالية والإدارية بمستشفى تنورين الحكومي. من شهرين بلغوهم شفهيا أنه في شكوى سابقة أساسا بحق المستشفى سنة 2006 قدمها اتحاد الخدمات الصحية بقضاء البترون. من هيداك الوقت تم مراجعة وزارة العدل، تم مراجعة المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ورئيس تفتيش المركزي القاضي جورج عواد يلي بلغ المعنيين أو المدعين أنه ملف شكوى 2006 كان ضايع ولقيوه من سنة، وأنه ضموا الشكوتين لبعضهم وبعتوهن إلى ديوان المحاسبة بتموز 2013. بعد مراجعة مدعي عام المحاسبة القاضي فوزي خميس تبين أنه الدعوة
القديمة دعوة 2006 هي اللي انبعتت على الديوان وما ضموا لها دعوة 2013. بشهر شباط 2014 مش من زمان صدر قرار التفتيش المركزي بدعوة 2006 وقرر التفتيش توقيف مدير المستشفى دكتور وليد حرب عن العمل بدون راتب لمدة شهر تأديبيا وإحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. أخروا تدرج رئيس مصلحة الصحة بشمال دكتور محمد غمراوي لمدة 6 شهور تأديبيا وأحلوا أمام الهيئة العليا للتأديب. تم توقيف مراقب مستشفى تنورين دكتور تانيوس بولوس عن العمل بدون راتب لمدة شهر تأديبيا وأحلوا أمام الهيئة العليا للتأديب، بالإضافة إلى تأخير تدرج 3 مستخدمين لمدة شهرين وراح الملف على النيابة العامة التمييزية. من بعد مراجعة مدعي عام تمييز رئيس حمود خبرهم للمدعين اللي رافعين دعوة أنه الملف صار بالنيابة العامة المالية عند الرئيس علي إبراهيم يلي استمع لهم بمكتبه مثل ما عرفنا وباشر بالتحقيقات. الليلة حكي جالس رح يعرض عينة من 43 مخالفة تم توثيقهم بالمستندات والأدلة منشوفهم سوا منرجع منتناقش بالملف. أكثر من 43 مخالفة قانونية رفعها الدكتور عادل حبيب والدكتور أسد عيسى موثقة بالمستندات ضمن شكوى للتفتيش المركزي ضد رئيس مجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي الدكتور وليد حرب. مرضى وموظفين وممرضين وأطباء كلهم قدموا شهادات عن تجاوزات إدارية ومشاكل مالية وطرد تعسفي ومخالفات كتيرة ارتكبت من قبل مدير المستشفى. أنا قدمت مجلس خدمة مدنية بمستشفى بيروت الحكومة بالكارانتينا، نقلت على تنورين. وقت بدي طالب بالدرجة الثانية بيعمل لي قصة، بيطلبني لعنده بيقول لي إنه أنا ما بقى بدي إياكي عندي، روحي دبري شغل تاني بحضور المسؤولة عن التمريض وبحضور الحكيم اللي هو مسؤول فوق منى طنوس ودكتور سعد إبراهيم. ببعت كتاب على وزارة الصحة ما بيجيني رد عليه. فوت مدامتي عن مستشفى 2013، قلت لهم أنا مضمون، قالوا بس خلص ورق الضمان نعطيك بركة أمر 500 ألف. خلص ورق الضمان المصريات فاتوا على الصندوق ما بيطلعوا، فيك تحصل على الوصل. جينا لعند وليد حرب تيمضي الورق تبع الضمان، قال لي بتروح تحصل على الوصل أنا ما بمضيهم. خدنا الوصل على الضمان ضحك علي، شو الوصل؟ بلشت شغل وبيطالت النورين وطلع فيها قرار توظيف من تاريخ 16/7 مباشرة عمل، وعلى أساس المعاش كان بالقرار 1,300,000 ومعه ترانسبور بالزايد وكل شيء كمان جاردت اون بلس ينقبضوا. شهر آب قبضت نص القيمة وشهر أيلول كمان نفس القصة. بستغرب أنا كيف بفوت على مستشفى تنورين بقرار شيء وبطلع آخر شيء قابض شيء. ابني مرة كمان بده يعمل تفجير مرارة بحسب المرار، جبنا له حكيم من عجلته قوم فاتوا فوتوا حلقوا له، بس حلقوا له جيل تبع البنش زن له ضغطه طلع 22/12، قال له ما بعملها. ودوا لحب الدواء ولا شيء، نزل على هالدرج ودوا وراي. قلت ادفع، طلعت ادفع، قالت لي 115,000. طلعش حلقتي له يعني؟ تلفنت اتصلت بالحكيم قال لي ما اتفقت انا والدكتور سعادي انه ما تاخذوا منه لانه ما عملنا له شيء، لا تعطين ولا فرانك لا قرطة حرمية. والله العظيم الحكيم حييت وليدي. انا من وقت ما فتحت مستشفى تنورين بلشت اشتغل فيها، لما عرفنا انه تأكدنا من الموضوع في مشكله ماليه مع احد زملائنا طلبت كشف حساب لبدل أتعابي بالمستشفى. ضليت متابع الموضوع خلال سنة كاملة ولا رضي أبداً يعطيني كشف حساب. اشتكيت أنا لرئيس اللجنة الطبية يلي ما كان عنده دينين تسمع. في كتير مستندات معنا، عشرات المستندات بالمخالفات الطبية والمخالفات المالية والمخالفات الإدارية يلي ارتكبها مدير مستشفى تنورين، ومع العلم انه التفتيش المركزي عنده خبر بهالموضوع هذا، ولحدية اليوم ما اتصل فينا تنسلموا هالمستندات. بعتقد انه كل مين لازم يوصل لحقه، مش اقل ولا اكثر. انا خسرت وظيفتي وبتمنى انه كل انسان ياخذ حقه بهالبلد لانه ما في حقوق. نحن بدنا الحق يمشي. حولات كثير عاملين فينا، ياما اكليننا اكل. مستقبل الليلة بموضوع وملف مستشفى تنورين دكتور اسماعيل سكري النائب السابق وأكثر المتابعين
للفساد الإداري والصحي بلبنان. أهلا وسهلا فيك دكتور، واستقبل أيضا رئيس بلدية تنورين ورئيس مجلس إدارة المستشفى لعدة سنوات مستشفى تنورين أستاذ منير ترباي. دكتور ترباي كمان أهلا وسهلا فيك. أهلا كنا فيك. عم نحكي بالربورتاج هو ومارق قلت لي كتير حلوة هالمستشفى وليك شو حلو شكلها وأنا معمرة. إذا بدنا نحكي بقلب المستشفى بدنا نحكي عن الحجر، تقارير اللي قطعت والشهادات، يعني موظفة تعسفيا فللوها، أم عم تحكي عن ابنها من عمل له العملية تبع كان عنده عملية مرارة أو شيء معين من عملت العملية إجوا قالوا له بدك تدفع 115,000 كانت مسجلة إنه انعملت العملية، في موظف معه قرار إداري أو معه قرار رسمي طالع بمعاش معين عم بيعطوه كانوا أقل من معاشه وغيره وغيره من الشهادات. غير الدكتور يلي حكي المدعي اخر شيء شهادات لناس اليوم شو بتقلنا عن كل الشهادات اللي طلعت؟ تسمح لي اول شيء بيقلش بكم سؤال. اول شيء بدي اقول لك كم في عندك مستشفى واسال دكتور سكريه كم في عندنا مستشفى حكومي ناجح بلبنان. اسالك دكتور كم في عندنا مستشفى حكومي؟ انا رافقت انشاء المستشفيات السبعه اللي انشاهم الصندوق الكويتي من ابتداء من 94 وأنا أشرفت على بناء مستشفى تنورين بالتعاون مع وزارة الصحة والصندوق الكويتي. من هالمستشفيات السبعة اللي أي مستشفى ماشي في بس مستشفى النبطية لأنه مستشفى النبطية كل وزارة الصحة حاطة كل أموالها فيه. هل تعتبر مستشفى الناجح بيعطي مريض وصل بيقول له روح اقباض الضمان هيدي تفاصيل بيكون موظف استاذ لا 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 مواطن مواطن مواطن, مواطن لحظه معلش ما تحكموا على المستشفى من وراء تصرفات دكتور في مخالفات واضحه مع الناس مخالفات ماليه مخالفات بالوثائق مخالفات بالوراق ما شفت ولا مخالفه ماليه استاذ هلا دكتور استاذ قبل ما نحطها ما بدك تشوف كنت صراحه لا حبيبي ما بدك تشوف لا بدي اشوف لاني بعرف حاول كنت انت ودكتور سكري تعملوا اقناع قبل ما اطلع على الهواء هو عطى اقرار مهم انه ما في مستشفى منه ناجح مش هيك قلت الا هالمستشفى هي تنورين تنورين انجح مستشفى بلبنان لانه وقت اجوا الاسترالية البعثة الاسترالية والفرنسية تيعملوا اكريديتيشن عطوا اي without observation اي سنة هيدي سنة من شي 3 سنين 4 سنين يعني طلع بين افضل مستشفيات اللي موجودة خلينا نعطي الكلام لدكتور تفضل عمالك شوي بدك نحكي من الاول على بدك تحكي جالس تحكي مثل ما هو اول شيء طبعا يعني بالاول لمرة قص الاكريديتيشن كونه كتير عنا اكريديتيشن طلع في مستشفى باحدى المناطق البعيدة المسمات بالقانون بالثقافة اللبنانية تبع الدولة نائية طلع الثاني بلبنان كله هو دكان مستشفى هو دكان مستشفى مستوصف كبير في كتير من التظبيطات بتصير احدى مستشفيات الدولة الكبيرة مرجعية الاستشفاء الحكومي بالبلد ومعروفة من هي تكلفوا $50,000 لحتى مشوا 24 ساعة الاي سي بالصيف واخفوا طبعا المراوح اللي كل غرفة مريض في مرحة عم تبودوا بالصيف والى اخره هيدي التظبيطات رح اقول اكثر من هيك طلع احد اعضاء اللجنة الاسرائيلية جاي وصار في علاقة بينه وبين احدى المستشفيات كمان النائية واخذ الرقم اللي بيعجب خاطرك زحلي هيدا موضوع الاكريديتيشن على جنب هاي فيها كتير تظبيطات طيب. على الطريق طيب. انا بس بدي بس معي لحظه بس بدنا نكون مناصفه بالمبدا بشكل عام يا جماعه لا لحظه مناصفه اليوم شفنا 3-4 مخالفات على لسان الناس وبالوراق شو تعليقك تعليق عليه هو التالي اولا هذا بيعكس هذا نموذج عن ثقافه الفساد اللي متحكمه بالبلد وبشؤون الناس واللي أضحت ماسكي بشرايينه وبمفاصله وماسكي برقاب الناس هذا أولا ثانيا هي بتعطي كمان نموذج عن النظرة للمستشفيات الحكومية القطاع العام أنه بيتم التعاطي معه كأنه مشاع مثل ما بيتم التعاطي مع المال العام تبع الدولة ما له قيمة هبوش قد ما بدك لأنه ما له قيمة هذا في وراء دولة قصة كبيرة هودي ولتالك بتلاقي مستشفيات الحكومة وحدة وراء الثانية عم يتراجعوا يكادوا ينهاروا مستشفى الحريري حكينا له انهارت على الاخر بعتقد عم يحاول انقاذ الوزير ابو فعور بس ان شاء الله يقدر وقال يا سكروا يا نجرب ننقذها مستشفى الهراوي بزحلي طالع صرختون ما في رواتب مستشفى بعبدة طالع صرختون ما في رواتب عم ينهاروا وحده ورا الثانيه بس مستشفى تنورين ما فيها رواتب كيف ما فيها رواتب ما في رواتب فلت تعسفيا تعسفيا فلت لانه ممنيحه لانه الموظف عاده انا بدي اقول لك شيء تعصيب ناسيونال بالعالم عندي كلمه بدي اقولها ما كملت تعصيب الموظف اللي بتبعته تعصيب والعيط ما بوصل حبيبي
اذا لا يقدروا الناس يسمعوا بس كرمالك وطبعا تعصب كرمالك كرمال صحتك عم نحكي ملف صحتك. خلينا نكمل مع دكتور سكريه بس نخليه يخلص ورح نسمع. خلينا نكمل حديثه. شو بك انت شو بك؟ هو اذا مستشفى اذا مستشفى تنورين اذا ناجح على طريقه ادارتك للحوار بيكون ناجح كثير مستشفى. انا رئيس بلدية بس زرته كنت رئيس مجلس اداره لسنوات طويله. هلا بقول لك ليش هلا ليش بقول لك ليش يلا ممنون. اولا بتعبر عن فساد عام بالبلد، ثانيا بتعبر عن نظرة للمستشفيات الحكومية اللي كتير فيها كتير استهتار واستخفاف ومأساة هيدي، لأنه عندك 52% من اللبنانيين ما عندهم أي غطاء تأميني وضمان وغيره وغيره، وبالتالي ياخذ هودي المنقذ تبعهم مستشفيات الحكومة. ثالثا وهي كتير مهمة، الأغطية السياسية بهيك حالات، وما بعرف مين انا ما قصد بس عم بحكي بالعام الكل، انا رح اقول ترتقي بدك اقول لك مين بدك اقول لك مين بدك انا اقول لك مين لانه تابعنا هالملف اقول لك انا مين على الهوا بكل مصداقية. الكل الكل ما رح فوت باسامي الكل ولك ما انا طول عمري بقول الكل الكل طول عمري بهاجم الكل تدخل يرتقي الى مستوى اجرام، في اجرام، في جهل سياسي بالتعاطي مع الموضوع الصحي يا استاذ جو، في جهل سياسي انت بيجي دوري وفي اجرام وفي تواطؤ وفي قبض لك شركات الدواء مخترقه مواقع سياسيه مخترقه بقلب مجلس نواب مخترقه اللي بدك اياه ما نلف ما نكابر طيب. ما نخبي الامور خلينا اخر شغله بحب اقولها ليش ما بدك تخلينا اخر شغله بحب مرره بس خليني بس انا وياك احكي عن مخالفات مستشفى تنورين اللي شفناها شفنا مواطن على الوصل صح. طالبين منه يروح يقبض من الضمان صح. شفنا موظفة مصروفة تعسفيا، تقرير التفتيش المركزي يلي عاقب تأديبيا، ما بعرف إذا فينا نحكي عن التقرير اليوم. شو رأيك صح. بقرار التفتيش المركزي؟ قرار التفتيش المركزي الأول قرار جيد، بس بعدين في قرار صدر يمكن في شيء من التراجع خفف او خفف لانه بفعل التدخل السياسي. تجربتي غنيه بهذا الموضوع 17 ما تقاطعني ما تقاطعني ما تقاطعني يا عم حكومه ما تقاطعني ما تقاطعني يا ده هذا قولي طيب يا ايده ايده تنوري شي مره بطاله ما بيعرف تنوري انا عايش فيها معقول يعني رح اعطيك دكتور سكريه يا حبيبي بتعرفني او ما بتعرفني رح اعطيك المجال انا بعرفك لا عم بتعرف عليك هلا اجل عين عنك انا اسالك ايه ورقه اولا عم بحكي بالعام لا عم بحكي بالمبدا العام ما تقاطعني وما تقاطعني يا دكتور ما تقاطعني طب شو صار ما تقاطعني خليني مرر في الكلام لك ما تقاطعني تفضل 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 رح نعطيك الدور بعد يلا ها اعطوني نفس المساحه تفضل تحكي كلمه وكلمه دكتور يعني المخالفات اللي ما رأيت نعم الدكتور عم يحكي عم يحكي على وقايع معلش 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 انا انا عم بحكي تحترمه ما بتحبه هذا ما بيعني غير رايه معلش خلوني انا ادير الحوار يا اساتذه المخالفات يلي شفناها اذا بتريد انا ما بدي منك تقطشه بليز بس يخلص رح اعطيك كلام قد ايه برايك حجم الفساد المالي بمستشفى تنورين بناء على المعطيات اللي وردت ولا تقرير تفتيش المركز هيدي مؤشرات من وحي تجربتي بهال 17 سنه انا عم بحكم مع امثال كثير مثل هيدي هيدي مؤشرات انه هناك حجم فساد كبير ومغطى بالسياسي وملعوبة لعبة شطارة وإدارة الأمور بأسلوب الشطارة مش أكثر من هيك وتقرير التفتيش المركزي أحيانا التفتيش المركزي بيصيب أحيانا أكثر ما بيصيب بفعل الضغط السياسي والتدخل السياسي وعم بحكي من تجربتي الخاصة أنا وبلا ما يقاطعني عبر 17 سنة في لهلا أكوام أنا بتحداك هلا بدي أتحداك قدام المشاهدين تتوجه لقصر العدل وتشوف كل الأشياء اللي بعدها عالقة من قضايا ما انا عم بلش اشوفه روح لورا ثاني عم بلش اسال عنهم على الهواء ملف ورا ملف تفضل دكتور خلينا نعطيك تفضل عم تحكي دكتور سكريه انه الفساد موجود حضرتك طالع على تنورين شيء بتعرف على مستشفى تنورين شيء عم يحكي فساد بالهواء عم يتنفس عم يحكي فساد وراء عم يحكي جوا فايت على مستشفى تنورين شفت كيف عم تشتغل خلوني دوري هلا عم بحكي هيك الساعه كان دورك ما قطعتك هلا عم بسالك انت مانك طالع على تنورين تفضل واحد وقت اللي بيكون في هدر لحظه اسمعني 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 جو لحظه بدك وقت اللي بيكون في هدر المستشفى باخر 2013 تعمل 400 مليون ليره ربح روح بتصير مثل مستشفى الحريري بتسكر بتصير مثل سبع مستشفيات اللي خلقوهم الكويتيه عم بيدعمون وسكروا هي ساعتها وقت اللي بيكون في مستشفى فيها هدر بتجيب يوم بتجيب محل لغسيل الكوى الكلى يوم للعنايه الفائقه يوم طابق كامل للدرجه الاولى يوم ثالث سكانر صار في عنا مستشفى مجهزه من احدث المستشفيات اللي موجوده بلبنان وانا اذا استقلت من رئاسة مجلس الإدارة
واستلمها الدكتور وليد حرب وبعد منه عصام طربي اجى مفوض حكومي، لانه شفت فيهم الناس الاكفياء اللي بيقدروا يديروا هالمستشفى بكل اهليه، وصار لهم خمس سنين، عندنا اتصال 15 سنه خليني صار لهم 15 سنه الدكتور عم يدوروا هالمستشفى. عم تقول الدكتور وليد حرب شفت فيه انسان كفو. رح ناخذ اتصال، ما كان هو عضو مجلس الاداره معي. رح ناخذ اتصال مع دكتور اسعد عيسى. ايه تفضل. مساء الخير دكتور. ايه سلم لي. مساء الخير. تفضل. اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. انا برحب بضيوفك اصدقائي اثنيناتهم دكتور سكري. نعم دكتور. دكتور تفضل بشكل سريع. حضرتك من المدعين صحيح؟ لا انا بشكل سريع شوي بدك تسمعني. تفضل تفضل تفضل. هيدا ملف فساد. هلا مستشفى تنورين نجحت في عاملين اساسيين لنجاح مستشفى تنورين. العمل الاول انه اقرب مستشفى لنا بعيده 25 30 كيلومتر، نحن بمنطقه جرديه نائيه. والعمل الثاني هو الاساسي هو انه الاوفرات اللي عم بتصير للاطباء بمستشفى تنورين ما بتلاقيها بمستشفيات العالم كلها. يعني الطبيب عم بيجيب مريضه، عم بيعمل له عمليه، عم بياخذ براني عليه. انا ما بحكي ولا كلمه بلا وصيه. يعني الطبيب اللي بياخذ براني 500 600 الف بمستشفى تنورين بيجيبه من طرابلس، بيجيبه من عكار بوقت انه في يعملها بطرابلس، بس بطرابلس ما بيخلوه. مشان هيك 50% 60% من العمليات عم يتاخذ براني عليها. هيدا احد اسباب نجاح مستشفى تنورين. هلا بخصوص الفساد بمستشفى تنورين. نعم. هو بينقسم لشقين، مالي واداري. نعم. رح احكي انا بالمالي شوي، رح احكي شوي بالاداري برجع بنتقل على المالي. اوكي؟ يعني تخيل انت استاذ جو مثلا موظف صار له 8 سنين مش قابض درجته. او تخيل انت مثلا موظف بيشتغل 24 ساعة بيقبض 18 ساعة. تربح المستشفى ساعتها اكيد. او تخيل موظف بيشتغل 3 شهور بيقبض شهر. وطلع كا على التلفزيون هلا. او تخيل مثلا موظف بيشتغل 15 يوم وبينكب برا لانه ظروف المستشفى بوقتها كانت بتتطلب يعوز شهادته بالاكريديتاسيون. كبوا برا بس خلصت الاكريديتاسيون. لهيك موظفين لانه ما بقى عايزه. او تخيل موظف مثلا بياكل 40 انذار بسنه مع حسم راتب لشهرين خلال هالسنه هيدي تقريبا، وفي انذارات خارج دوامه الرسمي بالعمل مثلا، او في انذارات مثلا لنفس المريض اربع انذارات او خمس انذارات مع حسم راتب. نعم. وهيدي المرضى اللي تركت عم تحصل على جوائز تقدير بغير مستشفيات. تخيل مثلا طبيب عم بيحاول سنتين يحصل على ورقه مفصله باتعابه وما بيقدر. ساعه الموظفه مش موجوده، ساعه المراه عم تمسح، ساعه السكرتيره مشغوله. دكتور دكتور اسد بعدك عم تداوم بالمستشفى؟ ايه اكيد. انا ايه بعدني عم داوم بالمستشفى. بس انا هلا عم بنزل جرديت على عصير الدوام بالمستشفى. رح افتح هيك انتر بارونتيز لقصه الاكريديتاسيون. انا كنت شيف دي سيرفيس بيدياتري وبعرف خص عمليات الاكريديتاسيون كيف بصير وكيف نعبي الاوراق قبل الاكريديتاسيون، وبس تفل الاكريديتاسيون كيف كل شيء بيختفي. بقى تخيل مثلا المريض، تخيل مثلا مستشفى ماشي بديرها المدير اللي بيحضر شي 10 ايام بالشهر. يعني ثلاثة خميس. عم نحكي عن استاذ عن حرب، عن دكتور حرب المدير. نعم دكتور وليد. عم بعطيك مثل. تخيل المستشفى مثلا ماشي وهون مخالفة إدارية كثير كبيرة ورئيس قسم المحاسبة هو المدير المالي والإداري بنفس الوقت. نعم. كان عم بيقول دكتور طربي عنه إنه كفو. تخيل مثلا صيدلية مستشفى ماشي وكل الفواتير بتروح على الوزارة وبتيجي من الوزارة والصيدلي ساحب ختم من أربع خمس أشهر. يا عين. يعني معناتها عم بيتصور الختم والأمضى تبع الصيدلي. تخيل مثلا مريض بفوت يعمل حساب تحت عنوان الاستشفاء اليومي اوبيتال دو جور. هيدا بفوت الساعة 8 الصبح الساعة 10 بفل بيعمل فحوصاته وبفل. المستشفى بتسجله دو جور او تروا جور يومين او ثلاثة وبتكبل له بهالفاتورة ب 100 200 300 ألف أدوية. هول يتخرجوا من الصيدلية وين عم بيروحوا؟
وهيدي يوميا بتصير مع 5-6 مرضى. عنده وسائل؟ تخيل مثلا مريض عنده وسائل، عنده وسائل تخيل. لا انا عم بحكي وسائل، وسائل كل كلمه مقدمه للقضاء المالي، معي عشرات الوسائل عندنا موجوده. تخيل مثلا مريض، خلي القضاء المالي بفوت هلا ما وقتها، لا انا ولا انا ما بكتب سكري مع احترامي، نعم بتوصل ب 300,000 ليره. نعم ليش؟ الحكيم اخذ 400,000، فرق غرفه عمليات 200,000، فرق بروتيز 200,000. هودي كل امور عم بتصير. نعم واضح كثير دكتور اسد حجم الفساد من كلامك وشهادتك، شكرا لاتصالك. مذكرة إدارية، معلي وحدة وحدة، يطلب من قسم الصيدلية عدم تسليم أي من الأدوية التالية قبل دفع نصف ثمنها من قبل المريض. ايه. دكتور سكرية، هول الأدوية مش بتغطيهم وزارة الصحة؟ لا 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 في صيدلية خاصة. أي صيدلية خاصة؟ مزبوط مفروض. كيف يقبضون أصحابها؟ لا لا ما بيقبضون. تفضل برر لي هذا المستند. لا أنا هذا ما بعرف، روح لك. كيف مدير مستشفى كفوق بيجي 10 أيام بالشهر؟ بس معلي ما لحظة لحظة. نتفاهم على شغلة. أول ما طلع دكتور أسد قلت لي بجنن، أنا صديقي كفوق كذا، كفوق صديق كذا. إيه تفضل برر لي كلامه. حبيبي أنا هذا ما دخل، هيدي القضاء القضاء بيقول لك اذا مزبوط هالحكي او ما مزبوط. لا انا ولا انت بموضع يا دكتور، ما القضاء عم بيعاني. لا القضاء جوز عويد، القضاء عم بيعاني، القضاء عم بيعاني من التدخلات السياسيه. بتعرف حلقه ربع ساعه على الهواء عن مستشفى تنورين، ما تخليني اقول لك مين متصل، مش رح اقدر اقول لك مين متصل على الهواء. يعني بتعرف بتعرف انه القضاء في عنه، بيعرف الدكتور سكري انه في عنا 10% منه المنيح و 90% كلهم منيح، كلهم قضاء قضاة. لا احنا ما عم نقول، ما عندنا ثقة، نحن ما عم نشكل نزاهين القضاء. ما تشكل عم نحكي بضغوطات، لا بجوز عويد ولا بعلي ابراهيم، عم نحكي ابدا نحن ولا بفوزي خميس، لانه من خيرة القضاة اللي موجودة. ما تزيد على احترامنا للقضاة النضاف. انا عايش، انا بعرف كثير منيح اي قاضي نضيف واي قاضي مش نضيف، وانا بعرف كثير منيح الرئيس علي ابراهيم شو عم يعمل بهذا الملف، واستمع له للدكتور اسد، وانا متابع مع الرئيس علي ابراهيم هذا الملف للاخر، ما تعطي الهم وما تزيد بهذا الموضوع. تعدل بالنسبه شوي، تعدل بالنسبه شوي، بعدين ما سمى الا اللي له عليه بالملف. تفضل. لا ما عم بقول لك ايه هون انا، تفضل. لو انا عايش بالقدرات ما بتعرف نتطرف لعندي على تنورين، بتعرف انا اصلا وجودي هون لاحكي بذهنيه انه في عندي تجربتي، ولا انا شو بدي اليوم في طبيب، في طبيب اليوم في طبيب بالمستشفى بداوم بالمستشفى عم يحكي عن شهادات ومستندات موجوده معه، اللي سمعناه منه ويبدو انه مستند، واضح انه واثق من نفسه، مستند موجود معه، هذا يؤكد الكم الهائل من الفز. تدار المستشفى بعقليه شطاره. كم قاضي عندك اصدقائك؟ انا بالقضاء ما عندي اصدقاء كثير قليل، نادر انا عن جد قريب واصدقاء وكلهم بحبهم وكلهم بحترمهم. دكتور سكري دكتور بشغل طب، دكتور حبيبي دكتور، مشكلتنا الصداقه مع القضاء، هي مشكله كمان. بشتغل سياسي انا، بشتغل انا رئيس بلديه وعندي اصحاب كثير وكثير من تنورين قضاء. دكتور بس كلمه كلمه، سوري خلينا نقول له على القضاء. ليش عم تهجم الدكتور؟ يا جملة لالي، يا جملة لالي دكتور، يا جملة لالي، يا جملة. انا فاتح الملف، هذا ملف فساد، هذا ملف فساد كبير، فيه سرقه، فيه سرقه بمستشفى تنورين. وقت بيقول انه في فساد عظيم، شو بيعني عظيم؟ لا عظيم قليل. شو عظيم يعني؟ شو بيعني عظيم؟ بالملايين مثل ما قلتوا، ملايين دولارات عظيم. كلهم هودي بيعملوا مليون ليره، كل اللي اوه بيعملوا مليون مليون بالاقل من نص النهار. روح شوف. ما عم بقول لك دكتور طبيب يا دكتور، شو عم بقول لك 100,000 وهذا 50,000؟ اي 100,000 عم يحكيك عن الفواتير، عم يحكيك عن الفواتير. معليه معليه دكتور دكتور، ميتون دون لي شوز دون لور برسبكتيف، خلينا نحط نعطي الامور حجمها. جو اعطي الامور حجمها وشوف، طلع انت بعزمك تطلع على تنورين وتشوف بام عينك كيف في من دار هالمستشفى. انا بعزمك، انا بعزمك تقول له لمدير المستشفى يتفضل يدفع لدكتور سيزار العلم. ايه سيزار من ورا الخبير المحلف، تفضلوا ادفعوا له مصرياته بما انكم عم تربحوا 400 مليون ليره بالسنه. هذا ايه هو. ايه حبيبي انا تفضل 150 مليون ادفعوا له. ليه هذا بدنا ندفع له؟ ما بعرف انا شو هيدا خبير. إيه؟ محلف. إيه؟ طلبته منه بالاجتماع، كل ما اعطيك مستند اللي ما بعرفه بتكب لي اياه. لا ما انا هيدا يعني في استخفاف فينا وبالراي العام. معلش يا دكتور، هيدي ورقه خبير، انا ماني قاضي. في هيك كادو، ها كادو خذهم معك. هاي الملفات عم يحكموا فيها قضاة يا جو دكتور، خذهم معك. القضاة يحكموا، كل واحد يشتغل شغلته. انا عم بشتغل لانه المستشفى اسمي بيبي، انا حريص على سمعه هالمستشفى. هو فعلا فعلا شائك المحبون ام افضل مستشفى حكومي. ما قال لك الدكتور طبعا بتعرف كيف افضل؟ قال لك انا كيف افضل. ونسي شغله دكتور، نسي شغله انه
احد اسباب النجاح هو كفاءة الحكماء واللي بيناتهم عادل حبيب واللي بيناتهم اسد عيسى. هلا شغلي واضح، هلا ما تدخل السياسي، ما تدخل السياسي محل بمقياسك دكتور، بمقياسك نجاح المستشفى، المستشفى لما بتربح مصاري لا بس طريق. خبرونا الاخبار هي، انا برايي قليل 400 مليون هي بدها تدقيق كمان سيدنا. خليني دكتور سيزار العالم، دكتور سيزار العالم حضرتك صلحوا معنا، حضرتك رئيس قسم الأشعة، في معنا تقرير من الخبير جميل الزغبي بيقول انه بدك 150 مليون ليرة من المستشفى ما عم يدفعوا لك ياهن، شو عملت لتحصل مصرياتك اكثر من موضوع الخبير؟ وخبرنا عن مشاهداتك. تفضل. الو. تفضل. ايه انا على الهواء. بونسوار. حضرتك على الهواء، اهلا وسهلا. ايه نعم، انا كنت مسؤول عن قسم الأشعة 12 سنة، تركت المستشفى بسنة 2012. نعم. أول خمس سنين كان ماشي الحال، بعد خمس سنين صار في سكانر بالمستشفى، ركب سكانر وركب وصار في سوان وصار في دياليز، وفجأة بينزل السم اللي أنا بقبضها $1500 بالشهر بتنقص، كل شهر $1500. رجعت المحاسبة ما وصلت النتيجة، رجعت المدير ما وصلت النتيجة، ساعة يطلع عدد المرضى مثلا احنا عاملين 800 مريض بالشهر يطلع معهم 600 مريض، يا أخي وين راح ال 200 مريض؟ ما الله بيعلم. وانا طبعا بتكلم عندي فين رابوريت، انا حكي مع الشعب اعمل رابور. نعم. حضرتك استمعولك استمعولك بهذا الملف القضائي؟ ساعة الماموغرافي، بتعرف نحن الدولة المستشفى الحكومي بتعمل ماموغرافي بلاش كل 3 شهور كل سنة، بيقول لك الوزارة ما دفعت الماموغرافي، المهم ما تعرف منين عم بتروح المصاري. دكتور عندي سؤال دكتور سيزار. جبت محلف. نعم. نعم. دكتور سيزار اليوم القضاء استمع لك او بعد بهذا الملف؟ لا انا صراحه تقلك انا وقت فرجاني المحاسب المحلف انه في كان 18 17 مليون بسنه واحده دفعوا لي اياهم، لهون وصلت الوقحه، دفعوا لي 17 مليون ورجع السنه البعده والبعده والبعده، ابدا رجعنا على السالير دو باز ولا ليره زياده. اخر شيء ما فيك كل سنه تجيب كمان خبير محلف تدفع له $2400 تيعمل لك بسنتك، يعني نعم نعم صحيح يوصل لي. نعم صحيح. فانا وانا قدمت استقالتي فليت، ولحد هلا ما كنت قمت دعوه لانه انا يعني بتكبل لك ربيت بمستشفى تنورين، اهل تنورين اهلي، اهل دوما اهلي، منطقه البترول بحسها عائلتي الكبيره، ما حبيت فوت بهالموضوع وكثير نصحوني. نعم. انه انتبه على حالك لا تقدم. دكتور سيزار شكرا لاتصالك، ونحن رح نرجع نحكي نحن وياك. سؤال اخير دكتور سكرية، كثير عم بدهمنا الوقت اليوم، شو الحل بهذا الملف؟ الحل انه القضاء يقوم بواجبه كما يجب، كما يجب طبعا. نحن اخذنا وعود بمعزل عن التدخل السياسي، اخذنا وعود من النيابه العامه الماليه انه رح تروح للاخر، وواجب عليك تتابع الموضوع بحلقاتك ينعرف بالضبط. نعم. ينعرف شو طلعت النتيجه من القضاء. نعم. انا بشكر حضوركم دكتور اسماعيل سكري ودكتور منير طلبات. ما بقى عندنا وقت، هذا مكمل. لا بقول لك شغلي بس، بقول لك شغلي صغيره، مشوار طويل. ايه مع المستشفى بس تحت، خليني احكي شغلي صغيره تاخذي فيه بشكل سريع. تاخذي فيه شو اسمه، انتم ما رح تعرفوا المستشفى الا تزوروها، تيجوا تحكوا هيك بالهوائيه لو زرناها والطبيعه حلوه والحجر حلو، ما دخل على الطبيعه، في مستندات، فوز ما تستخف، ما رح اسمح لك تشوه هالملف. صار لنا ثلث ساعه على معلش، اذا بتريد ما بدي اسوي سمعه المستشفى، اذا بتريد في شهود وفي ملفات وفي وراء، ما تسوي لي سمعه المستشفى، كي جالس رح يتابع هالملف. انا الليله بدعي كل حدا، خلينا مكملين بهذا الملف، كل حدا عنده مشاكل، كل حدا عنده معلومات عن المخالفات بمستشفى تنورين الحكومي يتصل فينا. والدعوه الليله للنيابه العامه الماليه، هيدي الحلقه بمثابه اخبار، في اشياء ما معي اياها النيابه العامه الماليه رح نعمل لها اياها، والنيابه العامه التمييزيه يعجلوا بالتحقيقات ويبتوا هذا الملف، والوزير وائل ابو فعور كمان وزير الصحه مطالب انه يفتح تحقيق اداري بكل اللي طلع الليله على الهواء ونحكى. هيدي القضيه من القضايا المتعلقه بهدر المال العام اللي موجود وين ما كان، وحكي جالس اخذ على عاتقه يخبر اللبنانيين وين في هدر وفساد بالدوله اللبنانيه، بلشنا من الجمعه الماضيه ومكملين، ما رح نترك فساد بالدوله اللبنانيه او هدر اموال ما رح نطلع نحكي عنه على الهواء. وانا بقلكن بقدر ما اجى ضغوطات واتصالات بهيدا الملف، بقدر ما واضح انه هيدا الملف فيه فساد. بريك ونتابع. باب الهجرة الى ارض الاحلام مفتوح، التأشيرة الكندية خلال 3 أسابيع دون الذهاب الى السفارة. مش غلط ابدا، ذكية الخبرية. مدير عام هيئة إدارة السير يعرقل حملة حزام الأمان هاشتاغ سيلفي آر إس لغايات شخصية.
بآخر قسم من حلقة ليلة من حكي جالس، حلم عدد كبير وقسم كبير من اللبنانيين أنهم يهاجروا من البلد لمليون سبب، لأسباب مالية اجتماعية معيشية، كلهم عم بيفتشوا على الهجرة لبرا. منشور لأحد المكاتب شفناه بالصدفة لمكتب فاست واي بجل الديب، خلينا نشك هالمنشور أنه في شي غلط، وهون بلشت القصة. باب الهجرة مفتوح لمدة محدودة. كندا أرض الأحلام بالنسبة لعدد كبير من اللبنانيين اليوم يلي شايفين فيها مستقبلهم وطموحاتهم، ومستعدين يعملوا شو ما كان بهدف الهجرة على أرض الأحلام. هجرة على كندا؟ بهجر اليوم قبل بكرة. أبروح روح ركض ما بروح. أكيد أكيد بهاجر. بهاجر ليه؟ لأن الوضع بالبلد مش كتير منيح. ما بسافر، بضل بلبنان. اكيد بقول ايه. ايه اكيد نسي كندا. اذا اجتني فرصه اني هاجر على سوريا بهاجر، بعده احسن من لبنان. روح عند داعش. ايه اكيد. ليه؟ لانه مش حلو بقى الوضع بلبنان وهيك، ابقى ببلدي احسن. انت من اي جنسيه؟ انا جنسيه السوريه. من فترة أسبوعين بلشنا نلاقي مناشير بتسوق لمكتب هجرة إلى كندا موزعة على السيارات. شو رأيك بهيك منشور؟ يعني مثل كان عم يقولوا لنا تعب في اللبنة وبدهم يفضوا البلد. يعني مش لقلنا هيك خزقة، هيدا غلط. عارف صدق هيك ورأيك جبة صراحة. رحت عند هيدا هون نصابين. مش غلط أبدا، ذكية الخبرية. الخبرية كتير سلبي. ما بزعل أنا هلا بتطلع لي فرصة سافر. بهيدا المنشور كتار افتكروا انه الخطوة الاولى للحلم بلشت. نحنا بحكي جالس قررنا نعيش الحلم، واخدنا موعد من مكتب فاست واي. شو في عندك خبرات وخبرات بتشتغلي؟ حاليا هلا بلا شغل. شو هيدا عاد خاطرك لحتى هي ما بعرف. لجوء بس تاني بتنحكوا باللجوء للسوريين. استراليا؟ استراليا مش هي الهجرة على كندا؟ هجرة على كندا، العرض الخاص هو لجوء لأستراليا. وصلنا على المكتب وهيك تم استقبالنا. انت اذا ما كنت شغلي مضبوط بشغلتك ما بنشغلك. يعني انا عندي خبرة قدمت بتعبك الطلب الوراق كلها تكون كاملة. لهون تقريبا كل شيء منيح وطبيعي، لحد ما بلشنا تحقيقاتنا واستقصاءاتنا قدرنا نحصل على لائحة بأسماء المواطنين اللي لجأوا لمكتب فاست واي، وعرفنا انه هالمكتب المحترم ببلغ المتقدمين عنده انه حصلوا على الموافقة الأولية ولازم يجوا يدفعوا ثمن الفيزا ومدفوعات تانية حتى يكفوا بالمعاملات المطلوبة لأرض الأحلام. دفعت انت اول ما قدمت $1,000؟ صحيح. بعدين بعد 3 شهور 4 شهور اللي بياخدوا 500 اول شيء على الطلب، بيرجع 500 اذا مش الحال، بس انه في شخص بيعرفهم أنا وزين العام بس عملوا ليون 400 ب 400. نعم ولا بس أخذت الموافقة. أنت ريتا بتعرف تقرأ أنت فرنسي؟ ريتا حسب مثلا أنه في ناقصين بعض الطلبات. بنص الموافقة وبأول سطرين منها واضح أنه هيدي المسمات موافقة منا إلا رفض صريح للطلب. أسلوب وقح استخدموا مكتب فاست واي للضحك على الناس من خلال استغلال عدم قدرتهم على فهم نص الموافقة باللغة الفرنسية وتعلقهم بحبال الهوى من بعد ما فقدوا الأمل بمتابعة حياة طبيعية بلبنان. عدونا بقى ممكن قالونا أنه هاي الموافقة لأنه أدلهم لا أنه هاي مش موافقة، هاي رفض. قال لك أنه ترملوا في المطاري. للإخوان السوريين عرض خاص، جملة ملفتة تتوسط المنشور. هل السفارة الكندية بتسمح بهيك مستوى من الكلام وكأنها عم تسوق لمنتج ما؟ هل معقول السفارة الكندية على علم بهالمكتب؟ وهل مكتب فاست واي عم يشتغل لحاله أو بمساعدة حدا من السفارة الكندية؟ وبيوقف الحلم عند الفحوصات الطبية وبيبلش التأجيل اللي ما له نهاية حتى يزهق المواطن اللبناني بالآخر أو اللي مقدم على هالمكتب وبيفقد الأمل لحاله وبيكون دفع المصريات
وراحت على يلي دفع وراح اللي راح. مستقبل معي باستوديو استاذ وجيه درباس وهو احد المتضررين من مكتب السفر. كيف عرفت استاذ وجيه؟ اهلا وسهلا فيك. كيف عرفت بالمكتب اول شيء؟ اول شيء انا بحب اتشكرك واتشكر الال بي سي على تناول هالموضوع لانه بهم شريحه كثير كبيره من اللبنانيين والسوريين، خصوصا بالوضع الحالي اللي عم بتمر فيه سوريا. كيف عرفت بالمكتب؟ انا عرفت من خلال ارقام تليفون موجوده بجانب السفر ورحت على السفارة، أعطوني كرت صغير في على السفارة، على السفارة في ويب سايت بتفوت من خلاله بيقولوا لك أنه تقدم طلب هجرة على كندا. نعم. بعد ما ظهرت لقيت في أرقام تليفون بمناطق قريبة من السفارة الكندية، بس مش بالسفارة ولا مش على حيط السفارة، بمحل قريب من المنطقة قريب تحديدا على جسر المشاة القريب من السفارة الكندية بجل الدين. بتظهر من السفارة بتوصل على جسر المشاة فيها المناشير، فيها المناشير. فأخذت رقم تليفون لعلى التعيين، أنا ما بعرف أصحابه، ما عندي أي فكرة عنهم. اتصلت فيهم لحتى يساعدوني بتقديم هالطلب، طلب الهجرة طبعا. استقبلوني لما رحت لعندهم وقالوا لي انه في طريقتين لتقديم طلب الهجرة. اول طريقة انه باي ميل، انت بتقدمها بس في لها سلبيات، انه ممكن تاخد فترة طويلة، ممكن اي خطأ بالابليكيشن يردوا لك الطلب، انه انا عوك انه نحن بنعمل لك الموضوع، نحن بنخلص لك لقاء. طبعا قد ايه مصاري؟ المصاري 500 دولار عند تقديم الطلب. نعم. شو صار؟ دفعت 500 دولار؟ دفعت 500 دولار، قدمت الطلب بحسب مهني الطلب، اعطيتهم بيانات، اشياء شهادتي، شهادة زوجتي. شو قالوا لك بس اعطيتهم؟ قالوا لي انه هالاشياء هالشهادات هاي بتكسبك نقاط وبتعمل لك ادفانتج بطلبك، يعني انه ممكن تسرع لك قصه الهجره. قد ايه قالوا لك بدهم وقت ليردوا عليك خبر؟ انا قدمت الطلب بتاريخ 30/4/2012، 30 نيسان من سنه طبعا. قالوا لي بعد شهرين بتجيك الموافقه المبدئيه. الموافقه المبدئيه حسب ما هن تلفنوا لي اجتني ب 27/12. بلغوك اياها على التليفون؟ بلغوني اياها على التليفون. على التليفون. وانت اجتك الموافقه؟ اجتك الموافقه المبدئيه، لازم تجي تدفع لحتى تستكمل طلبك. غير ال 500 دولار؟ غير ال 500 دولار. جيت على المكتب؟ جيت على المكتب، انا طلبت منهم انه بعثوا لي الموافقه المبدئيه لاتاكد. صح. ما فينا نعطيك اياها قبل ما تدفع. نعم. فاجيت على المكتب ودفعت واعطوني الموافقه المبدئيه. دفعت 1390 دولار. شو هي وين الموافقه المبدئيه؟ شو عطيوك يعني؟ عائلتي مؤلفه من خمس اشخاص. عطوك ورقه رسميه موافقه مبدئيه ولا شو؟ الورقه ما رسميه، ما في عليها ولا ختم، ما في عليها شيء. اعطيني شوفها. بعثتها لاحد اقربائي بكندا، اخوها لزوجتي، فقال لي هي ما موافقه مبدئيه، هي فيك تقول انه طلبك ناقص وانت لازم تستكمل هالطلب. ماشي. هيدا ما في شو مطلوب؟ وراق؟ ما في ختم سفارة وما في شيء؟ عم بيقولوا لك انه انت ناقصك وراق، واذا عندك الرغبة انه تقدم نوفيل دوموند يعني طلب جديد بالضبط. بدك تستعمل الفيرسيون الاخيرة يعني. بالضبط. هاي الموافقة شفناها بالريبورتاج. طبعا المبلغ اللي انا دفعته طلبت وصولات فيه او تشيكات، اعطوني تشيكات، التشيكات مصحوبة على بنك بي بلس. نعم. حاولت اتأكد من احد اصدقائي مدير احد فروع بنك. نعم. بي بلس. نعم. عن التشيكات، التشيكات قال لي التشيكات مزبوطة ورقم الحساب مزبوط، بس التشيكات موجهة لوزارة المالية بكندا. عرفت كيف؟ ومحطوط عليها عنوان بكندا. وحاولت أتأكد من أحد أقربائي بكندا عن هالتشيكات، فجاوبني إنه عنوان البنك مزبوط، بس الأكثر شغلة بتلفت الانتباه بالتشيك إنه ما أنا رايح باسم. هالشيك انا ما بعرف مثلا رايح باسمي، رايح باسم اكس، باسم زد، ما بعرف باسم مين رايح هذا. معقول هو زيته يعني لكل الاشخاص يبدو. خليني اشوف في معي يكون. اتصال كمان من مواطن. نعم. سوري لناخذ شهادته. تفضل. مساء الخير. الخير استاذ. تفضل. الحمد لله. تفضل. يعطيكم العافيه. اول شيء بشكر الله يعافيك حضرتك بظل بلدك يلي متهجرين منه والمشاكل والحروب، عم تحاولوا تفتشوا على اي يمكن مخرج تتمسكوا فيه، كمان وقعت ضحيه لنفس الموضوع؟ طبعا نفس الترتيب. ابدا. نفس اللي قاله الاستاذ؟ نفس الترتيب اللي قاله الاستاذ. ايه. واخر شيء شو قالوا لك اخر شيء؟ أفضل شيء نعطيهم تحاليل طبية مثل ما قالوا الأستاذ. قصة التقارير الطبية هي وقت اللي كنت قاعد عم نحكي نحن. نعم. نعم نعم. قد إيه صار لك مقدم بهيدي؟ قد إيه لك مع هالمكتب؟ سنة تقريباً هلا. قد إيه؟
سنة تقريبا. سنة تقريبا مثلك ايه. يعني نعم. قبل ما نفتح هذا الملف ونحن نحكيك، كنت بتعرف انه هذا المكتب عم يعمل على عمليات مشبوهة وعمليات احتيال؟ لا ما بصير شلون، فأنا كشفت الدعايات بالطريق مع عبيد الدنيا يعني، حكيت معه ورحت لعندهم. نعم. فلقيت في إقبال كبير يعني فقدمت معهم. نعم شكرا لاتصالك. انا بدي خبر كمان المشاهدين وخبرك استاذ، خبر المتصل، نحن تواصلنا مع السفاره الكنديه يلي اكدوا لنا انه راح يكون في لهم اطلاله بالحلقه المقبله، راح يكون في لهم موقف واضح لانه تعذر انه ياخذوا الاذن المطلوب لانهم يطلعوا، بس هن بياكدوا انه هذا المكتب ما له اي علاقه بالسفاره. يعني انا بستغرب انه المنشورات، انا بستغرب انه ما يكون انه ما له علاقه، ولكن المنشورات موجوده على بعد امتار، يعني هيدي شغله لازم يكون معهم علم فيها. وكمان السفارة رح تعمل شغلة قضائيا فورا بهذا الملف ويتحركوا مع هذا المكتب، وبتأكد السفارة انه المركز الوحيد للسفارة الكندية خارج السفارة لتقديم الفيز هو بكونكورد فردان الفيزا ابليكيشن سنتر. هونيك قدمت انت اول مرة؟ انا رجعت المكتب اللي موجود بفردان فقال لي نحن ما خصنا بالهجرة، نحن خصنا بالفيز. هو موضوع الهجرة، هيدا اللي بده توضيح للناس، لأنه هجرة بالسفارة فقط لغير، وهيدا المكتب هو للفيز. رجعت السفارة لأتأكد إنه هالشيء اللي عم بيصير معي خلال الوقت. حكيت السفارة قلت لهم صاير معي رجعت فما في حدا يجاوبك، ما في حدا تستفيد منه يعطيك أي معلومات. رح نسأل كل هالأسئلة للسفارة. بس لو أعطيتني دقيقة بشكل سريع. أنا بتمنى بس من خلال متابعتكم للموضوع مع السفارة الكندية استحداث قسم خاص بموضوع الهجرة لتسهيل أمور نعم الناس نعم. اللي ترغب للهجرة على كندا، بدون يعطونا مخرج لنشرح للناس لو وضع حد لمثل نعم. هيك مكاتب مثلا من أنه تستغل الناس. نعم شكرا لك أستاذ وجيه، وهذا الملف رح نكمل نحن فيه إن شاء الله مع السفارة الكندية. وأهلا وسهلا فيك بيحكي جالس. شكرا شكرا. قبل ما نختم حلقة اليوم كمان ملف مهم جدا، من جمعتين وتحديدا بحلقة حكي جالس وعبر إذاعة جرس كوب أطلقت غرفة التحكم المروري بهيئة إدارة السير حملة هاشتاغ سيلفي آر إس يلي هي سيلفي رود سيفتي. هالحملة اللي كان هدفها الأول والأخير توعية اللبنانيين على أهمية سيت بيلت، أهمية حزام الأمان، كان هدفها انه الكل يتصور سيلفي وهو حاطط سنتور بالسياره. والملفت كان مشاركه رئيس الحكومه تمام سلام ووزير الداخليه نهاد المشنوق اللي كانوا اول مين تصور بسياراتهم، بالاضافه لمشاهير، بالاضافه لفنانين، بالاضافه لممثلين ومواطنين لبنانيين. هلا عم نشوف نحن وياكم صور لضباط لعناصر قوى الامن الداخلي اللي كمان كان لهم حصه كبيره بهالجمعتين انهم يتصوروا ليقولوا للناس انه حزام الامان هو ليحمي كل الناس، وانه المواطن ان كان رئيس او وزير او ضابط او مواطن عادي ملزم يحط سيت بيلت ليحمي حاله. المفاجاه اللي ما توقعناها خاصه وانه الحمله هادفه وتوعويه، وخاصه وانه عرابه هو معالي وزير الداخلية نهاد المشنوق عراب هذه الحملة وكان أول مين تصور. المفاجأة كانت تدخل مدير عام هيئة إدارة السير فرج الله سرور لحتى يمنع استمرار هذه الحملة ولحتى يعرقل هذه الحملة عبر حكي جالس وعبر الـ LBCI ويمنع عناصر غرفة التحكم المروري يطلعوا ببرنامج حكي جالس من بعد ما حضر الحلقة يلي أطلقنا فيها هذه الحملة. اللي ما بيعرف مين هو فرج الله سرور وليش عنده مشكلة معنا، فرج الله سرور هو المدير العام يلي كان مستلم النافعة بالدكوينة اللي الكل بيعرفوه أقل ما يقال عنها كانت بوقتها مغارة علي بابا وميات الحرامية. ومشكلة فرج الله سرور معنا شخصيا هي أنه كشفنا للرأي العام بوقتها ولوزير الداخلية الأسبق زياد بارود عن فساد النافعة، وبوقتها عالجوا الوزير بارود وحطوا بمكانه الطبيعي لحتى يسيطر على الضرر اللي كان صاير بالنافعة. بتأسف اليوم أنه مدير عام مأخوذ بحقه إجراءات وملفات النافعة يلي بعيني شفتها ما بتنعد، وملفات الفساد بوقتها كانت بتطير 10 مدراء عامين لولا الغطاء السياسي الموجود. عم ينتقم هالمدير العام من حمله اطلقها وزير الداخليه وشارك فيها رئيس الحكومه عبر الـ LBCI وغرفه التحكم المروري اللي كانوا معنا. الليله انا بناشد على الهواء معالي الوزير نهاد المشنوق اللي حاولت اتصل فيه بعد ما قدرت احكي انا وياه، اتمنى منك معالي الوزير انك تعالجه لفرج الله سرور كما عالجه زياد بارود الوزير الاسبق للداخليه بوقتها، لانه في تخطي واضح وفي مخالفه كبيره عم يرتكبها وعم يكسر قرارك كوزير داخلية، عم يكسره بقرار خطي وعم يتعدى صلاحياته، وخاصة بحملة إلى علاقة بإدارة السير وحماية المواطنين يلي حضرته المدير العام
بهيدا المكتب بيرأسها. هيدا عدا عن الملف الأمني وعن الداتا الموجودة عنده، هيدا ملف تاني على كل حال، مش ملف حاليا للهواء. هيدا رح نوصله لوزير الداخلية الوزير مشنوق لحتى يعمل تحقيق فيه. مضحك مبكي كيف اللي بيقعدوا على الكراسي بيصيروا مفكرين حالهم انه هني السلطة، مش عارفين انه مثل ما اجت هيك بتروح هيك. وقبل ما نختم حلقة اليوم رح ناخد اتصال مع أستاذ زياد عقل مؤسس اليازا يلي عنده رأي حول الموضوع. دكتور زياد مساء الخير. يعطيك العافية سجود. الله يعافيك. حضرتك المشاهدين. نعم حضرتك من الناشطين ومن مؤسسي اليازا، ولكن بموضوع فرج الله سرور يلي نحن يمكن نوعا ما تشاركنا بالفساد والإضاءة على الفساد بالنافعة بالدكويني، كمان بهمني رأيك بهذا الموضوع. يعني باختصار المركز هو شاغر، مركز رئاسة هيئة إدارة السير من 2005 لتاريخ اليوم. ما بعرف كيف عم بيشغل رئيس الهيئة السابق، لازم يكون نحن كلنا بنعرف كيف الوزراء يقوم بوجباته ويعين رئيس مجلس إدارة جديد. كلنا بنعرف كيف. نعم والموضوع يمكن وزير الداخلية مسؤولياته بهالموضوع محدودة، يمكن مجلس الوزراء هو يلي لازم يباشر ويحاسب. هل قد هالمدير العام قوي لحتى يكون قد سلطة مجلس وزراء؟ غريب. يعني هلأ عم نحكي نحن على الهواء في حدا مغطاه، في جهة مغطية، نحن باسم اليازا وباسم كل شيء في ضحايا بهالبلد من وراء الاستهتار الكبير الموجود. يعني تصور انه اليوم عم ينعمل مبادرة لنشجع العالم على حزام امان، عم تبادر فيها غرفة التحكم المروري. نحن هون نشجع ونثني على كل اللي اشتركوا بهالمبادرة يلي قامت فيها عرقلة استاذ فرج الله. حب عرقلة طلع عباله من مكتبه يعرقلة. ما بتصور رح يكون بايده يعرقلة، لانه هيك مبادرة هدفها تعمل قيمة لحياة الانسان بلبنان. ما بتصور، يعني بتصور انه هو عاجز انه يعرقل هيك مبادرة. نحن بنحيي كمان بالرياضة النقيب مطران للجهد الكبير. نعم نحن بنوجه له تحية. استاذ زياد خبرني عن دفاتر السويقة اللي انعملت بوقتها بالدكويني للأشخاص اللي ما بيشوفوا. يومتها أخذنا إشارة من المدعي العام التمييزي بحينا لجنة الأشغال العامة والنقل برئاسة أستاذ محمد الباني، وادعت لجنة الأشغال العامة على كمية الفساد الموجود. كان في مئات دفاتر وآلاف إجازات السوق عم تنعطى بدون امتحان بأمضى أستاذ سرور، وكان في ناس آلاف منهم مسافرين وعميان ومكفوفين، وراح الملف للقضاء بال 2007 بإدعاء من لجنة الأشغال العامة ونقل مجلس النواب، وصار في على الطريقة اللبنانية تطميش بشكل انه ما صار في محاسبه. نحن بدعي الحكومه وطعم بتجيب كل هالتغييرات، يجي على هيئه اداره السير ناس هم المصلحه العامه، اقله يتغير، اقله يتغير المدير العام يجي حدا جديد. هيدا مسؤوليه الحكومه اللبنانيه، مسؤوليه الحكومه اللبنانيه. ان شاء الله يلي عاملين له الغطا السياسي حاليا. نعم استاذ زياد يصلحوا انه يكون في رئيس طيب. جديد أستاذ زياد نحن هيدا الملف رح نتابعه نحن وياك، وأنا رح يكون في تواصل أنا وياك لنتابع هيدا الملف مثل ما حكينا أنا وياك على التليفون. وأنا بشكرك وأشكر تواصلك. قبل ما أختم بنهاية هيدي الحلقة رح أرجع أنا وياكم، أطلع أكيد أونلاين بعد الحلقة على www.حكيجالس.tv. سؤال الحلقة لليوم كان: هل تعتبر زيارة البطرك الراعي إلى الأراضي المقدسة هي خطيئة تاريخية أم واجب ديني؟ لهلأ 23% من اللبنانيين بيلاقوا انها خطيئة تاريخية، و77% بيلاقوا انها واجب ديني. رح نكمل هيدا النقاش اونلاين تقريبا بعد حوالي 5 دقائق على www.حكيجالس.tv. اللبنانيين لهم الرأي النهائي والرأي الأكبر، وأكبر حصة لكم رح تكون إن كان على الهواء أو من بعد البرنامج. لاقوني بعد 5 دقائق على www.حكيجالس.tv وإلى اللقاء.